الاهلي واصل لكتابه التاريخ ويهزم اوراوا الياباني 3-2 عن جداره واستحقاق، 4-2 عن جداره واستحقاق، ويحصد الميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه. انجاز كبير كابتن شريف، ومحدش هيحققه غير النادي الاهلي، ولا حققه غير النادي الاهلي. مبروك. الف مبروك كابتن. مبروك جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها النهارده. مبروك الجماهير اللي في السعوديه اللي احنا بنسيب لهم دايما ذكرى جميله جدا، وهي التتويج والحصول على ميداليه في وسط المونديال الكبير، في وسط اعظم انديه موجوده في القارات. انا كنت مستني كابتن اسامه بس يقول لي على الموضوع الجول الرابع. جول الرابع. اكتر واحد فرح في الاستوديو. ما هو اسامه شايف معلول طول المباراه الحقيقه ان هو احسن لعيب في الملعب. ايوه. وانت شايف ان كوكا من احسن اللعيبه اللي موجودين صحيح. في الملعب، وانا شايف ان محمد عبد المنعم من احسن اللعيبه اللي موجوده في الملعب. فاللعيبه كلها عندهم كتير جدا يعني، ولكن الحاله البدنيه والاسلوب بتاع اللعب ودخول اللاعبين وخروج اللاعبين هو اللي بيأثر على الشكل ونتيجه المباراه. مش زي ما احنا قلنا كلنا، استحاله هتفضل تهجم طول الموضوع طول الوقت، استحالة هتعمل ضغط على الفرق طول الوقت، ولكنك انت عندك ان انت تضغط وكل حاجة، وخاصة النهاردة ان النتيجة دايما في صالحك، يعني 2-0 وعندك تجيب الثالث والرابع، وفرقة الحقيقة مش قادرة تقف على رجلها، وانت بتدخل الناس معاك في بأخطاء كرة جيلة في اول تايم، 3 من عندنا بيطلعوا وسايبين الراجل اخطر واحد لوحده. صح. فأخطاء ملهاش اي لازمة. قول ضربة الجزاء اللي جت دي، يعني هي حاجات بتحصل، واحنا خدنا ضربه جزاء برضو. فاحنا النهارده طبعا موجودين النهارده هنا ومبسوطين جدا للكرم الكبير اللي احنا فيه، ان هو الناس اللي شككت فينا قبل البطوله وقالوا احنا هنلعب مباراه واحده ونرجع مصر وبعدين نبقى نروح الامارات، لا، النادي الاهلي كعادته الحقيقه صحيح صاحب مسؤوليه كبيره، صاحب انتاج كبير قوي، اسم كبير جدا، ربنا بيوفقه دايما، لان لما بتاخد الحكايه بروح ومأخذ جد اكيد ربنا مش هيسيبك كده. فالف مبروك للعيبه، والف مبروك للجهاز الفني، الف مبروك لخالد بيبو، يعني النهارده اول فرحه ليك يا خالد يا بيبو النهارده مع الفريق، توج بميداليه برونزيه في الامارات وبتدوق حلاوه التتويج والبطولات. الف مبروك للجهاز كله الحقيقه، متشكرين للعيبة، متشكرين للجماهير الغفيرة اللي هي بتروح تقف جنبنا وتشجعنا، الجهاز الفني بقيادة مستر كولر، والجهاز الفني طبعا والضغوط اللي عليه دايما اللي بيتحملها، رغم احنا بنطلع دايما بنتمنى الافضل، يعني مستر كولر احنا بنتمنى الافضل، بنتمنى الاحسن، عايزينك دايما في الشكل ده، خاصة بعد 5 بطولات السنة اللي فاتت. فهو ده النادي الاهلي مستر كولر، التتويج دايما، فتبقى بداية وخطوة للي جاي، بداية وخطوة للسوبر اللي انت رايحه ان شاء الله، بداية وخطوة للدوري في مصر هنا وبطولة افريقيا بإذن الله. مبروك علينا، مبروك على مصر كلها النهاردة، وهارد لك ان احنا ما كناش بنلعب الفاينل النهاردة. صحيح. وده اللي حدث فينا احنا، ان احنا احسن صحيح. كتير قوي من الفرقة البرازيلي، وديك شفت الفرقة الياباني اللي احنا كنا متخوفين من سرعاته، مفيش اي حاجة خالص. صحيح. لما بتلعب لعبك العادي بتبقى لك ليك السيطرة وليك الاستحواذ، وفردياتك عالية جدا وامكانياتك عالية جدا. فالف مبروك، الف مبروك يا اولاد، الف مبروك. ماتش كبير، نتيجة كبيرة، عوضا عن الوصول للفاينل، لعيبة النادي الاهلي وجهازهم الفني النهاردة قدموا مباراة كبيرة جدا جدا، وكانوا عند حسن ظن الجمهور، والنتيجه في حد ذاتها 4 نتيجه ثقيله، يعني ماتش بتلعب على الثالث والرابع، او بتلعب في سواء النهائي او الثالث والرابع، بتلعب على ميداليا، على مركز من مراكز الثلاثه الاولى، نتيجه كبيره، مجهود مشرف، اداء مشرف، والتوفيق حالف الجميع وحالف كمان مستر كولر النهارده، ان هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي العظيم، هو ده النادي الاهلي اللي عايزينه دايما في الحاله دي، ودايما ان شاء الله باذن الله من انتصارات لانتصارات اخرى، لان احنا كل اللي يهمنا في الاخر هو النادي الاهلي الكيان. اسال على الاهلي وبطولاته، هيقول لك بس عن القطر، وكفايه
بس الاهلي كيان ومكان بالقلب وعشره عمر الاهلي كل زمان نادي الشياطين العمر الاهلي كيان ومكان بالقلب وعشره عمر كابتن أسامة. ألف مبروك، فوز مستحق وأداء رجولي من لعيبة النادي الأهلي، مفيش شك في كده. يعني ميدالية نستحقها، وزي ما كابتن شريف قال إنه كنا نستحق. لو ركزنا شوية في ماتش فلومينيزي كان ممكن نلعب على الذهب النهارده، لكن الحمد لله النهارده أداء مشرف، جهد كبير من معظم أو من كل اللعيبة اللي في الملعب باختلاف وتباين مستوى كل واحد، لكن جهد غير طبيعي مبذول. الشوط الاولاني يعني احنا اللي دخلنا فرقه اوراوا المباراه. الشوط الاولاني كنا مستحوذين تماما، اخطر بكتير، جبنا جونين حلوين وكنا نقدر نضيف ثالث ورابع. يعني في اخر الشوط اوراوا قدر يجيب 2-1. فطبيعه الحال ان النتيجه لما بتطلع 2-0 غير 2-1 بتديهم حماس شويه، بتديهم دفعه، وده اللي حصل بدايه الشوط الثاني. لما نزلوا ضاعت منهم فرصه، بعدين احنا فرصه، بعدين ضربه جزاء ليهم على طول بدري في الدقيقه 55، ابتدوا يخشوا في الماتش والنتيجه اتصعبت. لكن الحمد لله يعني علي معلول في توقيت اكتر من رائع في الدقيقه 59 الهدف الثالث رجع الثقه تاني للاعيبه النادي الاهلي، وابتدى الامور تتسيطر عليها تاني. الماتش الشوط الثاني نسبيا رايح جاي غير الشوط الاولاني اللي كان تماما بتاع النادي الاهلي، لكن في مجمل اللقاء النادي الاهلي كان حرام يخسر من فرقه اوراوا بادائه وبروحه العاليه والجهد اللي بذله اللعيبه. وطبعا مبروك للجهاز الفني بقياده مستر كولر وكل المعاونين ليه. يعني انجاز بيسطر في تاريخ النادي الاهلي، رابع مره البرونزيه في تاريخنا، حاجه كويسه جدا. ما حدش حققها قبل كده. طبعا ما حدش حققها ولا ثالث ولا ثالث ميداليات حتى برونزيه. الرابعه طبعا اضافه برضو لدولاب النادي الاهلي. فهي مباراه جيده من عناصر كتيره في الفرقه، والحمد لله 4 اهداف هايلين. والكره الرابعه بقى اللي هي في اخر دقيقه تقريبا، فاول من علي معلول خلى الشكل كمان افضل، يعني ادى حلاوه للقاء اكتر، لانه هو ده اللي كان الطبيعي للفرق ده 2 على الاقل اللي كان ماشي بيه الشوط الاولاني 2-0. صحيح، كنا مستنيين اجوان تاني. فهو رغم ان هم تعادلوا ورجعوا للقاء، لكن الهدفين بتوع علي معلول حسموا الموضوع وخلوا المنظر كمان افضل، الجون الرابع. فمبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لمجلس ادارته والجهاز الفني واللاعبين، وبنشكرهم على الجهد اللي بذلوه النهارده، وتحيه البرونز للمره الرابعه. صحيح، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك للمنظومه ككل، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، الف مبروك لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني. اداء بطولي عبروا فيه عن شخصيتهم، عبروا فيه عن عادل. الف مبروك، النادي الاهلي واصل تحقيق ارقام قياسيه. اولا مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم الاول، ده رقم واحد. مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، ومبروك لينا كلنا. يعني الاهلي بيشرف مصر، الاهلي هو بسمه للكره المصريه، الاهلي هو السفير للكره المصريه في الفتره الحاليه. النادي الاهلي حاطط الكره المصريه على الخريطه العالميه، دي حقيقه. بعد كده ان شاء الله نتمنى للمنتخب كمان في افريقيا يعملوا حاجه كويسه، لكن في البدايه النادي الاهلي مبروك. مبروك للاداء المميز اليوم. صح، احنا كنا
يعني اتخوفنا شويه في بدايه الشوط الثاني، ولكن ادركنا، هم ادركوا التعادل، ولكن انت ادركت بقى انك انت تجيب الجون الثالث وبعدين الجون الرابع، وعلي معلول اضاع البنالتي كمان. يعني انت عملت ماتش كويس، مبروك للجهاز الفني والكولر. المره اللي فاتت لما قلنا ان كنا نتمنى نوصل للنهائي وكان في شويه اخطاء، النهارده لا، النهارده لا، مثل كل لعب كويس ولعب بتوازن طول المباراه بغض النظر عن الخصم، ولكن في اخر البطوله انك انت تتوج للثالث، والثالث دي مش سهل على فكره، انك انت تاخد ثالث العالم دي مش سهل. صحيح. هيبقى في قاره اوروبا وبعدين قاره امريكا الجنوبيه، او قاره امريكا الجنوبيه واوروبا ايهما، لكن انا اعرف يعني السيتي اقرب كتير قوي، وانت الثالث، يعني انت ثالث قاره افريقيا، يعني افريقيا بتشرف القاره. اصل النادي الاهلي ما بيلعبش باسم مصر بس، بيلعب باسم القاره كلها. يعني يمكن الاتحاد الافريقي اكيد هيهني النادي الاهلي، الاتحاد الافريقي اكيد سعيد بانجاز النادي الاهلي، وكان يتمنى الاتحاد الافريقي ان هو يوصل للنهائي، وممكن ياخد النهائي كمان للكره الافريقيه. يمكن الكرة الأفريقية وصلت مرتين نهائي أو ثلاث مرات حاجة كده، لكن الأداء مميز والأداء كويس، ومبروك ومبروك للإدارة اللي في ناس كتير قوي يعني فاكرة إنه الأداء بتاع كرة القدم في النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي كان فيها شغل وجهد كبير قوي على فكرة. صحيح. حاجات كتير قوي اتغيرت، وفي الكرة افكار كتير جدا اتغيرت. انت اديك انت اللي ثابت الى الان واقف على رجلك في حاجات كتير، في الضغط المباريات. النادي الاهلي هيمشي من البطوله دي، هيخرج هيروح على بطوله السوبر، هيلعب ماتش بعد 48 ساعه ولا يعني يوم الاثنين، اقل من 48 فيها سفر كمان، لو حسبتها هتلاقيها اقل من 48 ساعه. فهو ده قدر النادي الاهلي، انه بيلعب وبيحارب على جميع الجبهات وبيحارب على جميع البطولات، والوحيد اللي بيلعب له في السنه حوالي 6 7 بطولات. يعني ما انت بتتكلم، انت بتخرج من بطوله لبطوله، ودي المشقه. علشان كده انا سعيد جدا بالانجاز العظيم اللي اتعمل، رغم ان احنا كنا نتمنى وكان في المتناول ان احنا نروح النهائي وقبل النهائي، ولكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. احنا سعداء بالمركز الثالث، نتمنى بقى ناخدها، ناخد المركز الاول ان شاء الله او الثاني مع تخمة اللاعبين الفرق اللي هتجينا. وادينا بقى ايه، احنا خلصنا المهمه دي، خش على المهمه الثانيه اللي هي السوبر المصري ان شاء الله باذن الله. جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي احنا شايفينها في المدرجات، برغم زعلها بعض الشيء المباراه اللي فاتت، ولكن عمرها ما اثرت في دورها ابدا. جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي ورانا كلنا في كل حته طول عمرها، جماهير النادي الاهلي هي اللي بندين لها بالفضل الاول في تحقيق الانتصارات وبطولات النادي الاهلي بعد طبعا فضل ربنا عز وجل. التتويج هيبقى فين يا ايمن؟ لا ده في الملعب، النهائي في الملعب تاني، في الجوهرة المشعة، حاجزين لهم اوضه وحاجزين لهم مكان في المدرجات، المفروض ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عشان تعرف بس باذن الله. فجماهير النادي الاهلي صاحبه الفضل بعد ربنا، بقول لحضراتكم جماهير النادي الاهلي من حقها تفرح، من حقها تفرح. النهارده اللعيبه صالحوا جماهير النادي الاهلي العظيمه، جماهير النادي الاهلي العظيمه مهما حصل ابدا ابدا ما بتتخلاش عن كل دعم وتأييد ومسانده للنادي الاهلي في جميع الالعاب. جماهير النادي الاهلي من حقها تفتخر بنتائج النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، زي ما افتخرنا كتير جدا 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 بارقام النادي الاهلي في جميع المجالات، سواء كره قدم، كره طايره، كره سله، ولكن احنا بنتكلم على محفل دولي كبير قوي 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 قوي. النسخه دي اخر نسخه هتتلعب بالشكل ده، انجاز كبير. النادي الاهلي حقق 4 برونزيه، ويكون اخر نسخه بالشكل ده النادي الاهلي هو حقق الميداليه البرونزيه. من حقك تفتخر بلاعبتك، من حقك تفتخر بناديك، من حقك تفتخر بمجلس ادارتك، من حقك تفتخر بجهازك الفني، من حقك ان انت تعلي الصوت وتقول انا الاهلي او اهلاوي انا. اهلاوي انا.
كابتن بلال الف مبروك ويتقال بصوت عالي. اه طبعا نقول الف مبروك بصوت عالي طبعا، يعني بغض النظر عن الفنيات، ولكن الاهلي هو البطل الحقيقي، الاهلي هو رقم واحد. اللي كان عنده شك صغير كده ان الاهلي الافضل في تاريخ الكره العربيه والافريقيه، ولو شك صغير كده النهارده هيبصم ان الاهلي الافضل في تاريخ الكره العربيه والافريقيه. الاهلي في حته ثانيه. اه طبعا طبعا، نقعد بقى نقول اصل مين لو لعب مين ومين لو جه منين وحادي بادي كرومب زبادي ياخد بالك، وبعدين نبتدي ننقي. الكلام ده ما يمشيش مع النادي الاهلي. سياسه النادي الاهلي هي سياسه البطولات، الانجازات، التاريخ. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اتربينا عليه كلنا. صح. الحمد لله رب العالمين. كل اللي قاعد هنا اعتقد حصل على بطوله افريقيا وحصل على بطولات الدوري العام وكؤوس. هو ده تاريخ النادي الاهلي اللي بيصنعه النادي الاهلي، وبيصنعه اللاعبين ومجالس الادارات والناس وكل حتى والعمال كمان، وبيشارك فيه طبعا وعلى راسهم جماهير النادي الاهلي. التاريخ اعتقد انه معمول عشان خاطر النادي الاهلي. يعني النادي الوحيد اللي حصل على 3 4 ميداليات في تاريخ البطوله كلها بشكل عام هو برضه النادي الاهلي. مبروك للاهلي، مبروك لجمهوره، مبروك لمجلس ادارته، مبروك للاعبيه، مبروك لاداريين، مبروك لعماله، مبروك لكل من ينتمي ويحب النادي الاهلي. من حقك انك تفخر انك بتنتمي لهذا النادي العريق. صحيح. اه طبعا من حق. كلنا الحمد لله كنا بنمشي في شارع واحنا اهلاويه الحمد لله. صحيح. رب العالمين، وبنتبسط وبنبقى سعداء جدا لما الاهلي ياخد بطوله او يكسب ماتش، وبنحس الفرحه اكتر لما بنشوفها في وش وفي عيون جمهور النادي الاهلي اللي بيقابلنا حتى في الشوارع. كابتن والله الله الاهلي عامل مباراه جميله جدا، فبتبقى عارف رفع راسك، فاهم يا كابتن؟ والله العظيم يعني تقابل حد يقول لك الاهلي النهارده عمل ماتش عالمي، فبتبقى انت رافع راسك كانك انت ما زلت بتلعب. ده عشان انت بتنتمي للنادي الاهلي، او كنت في يوم من الايام يعني جزء من هذا الكيان العظيم العريق. مبروك لينا احنا كمان في الاستوديو الحمد لله، اتحرق دمنا كتير بس الحمد لله. لا والله الحمد لله فرحونا في الاخر بصراحه، كانوا رجاله اكتر من رجاله طبعا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مبروك كولر، النهارده بطوله تضاف لسجلك التاريخي، بطوله تاريخيه كبيره جدا جدا. صحيح. جدا حصولك على المركز الثاني طبعا، الميداليه البرونزيه. مبروك لكل اللعيبه اللي اجتهدت النهارده. يعني مش هتكلم في الفنيات على الاطلاق، ان احنا النهارده كان ممكن نكسب 5 و6 و7 و8. عايزين نفرح النهارده، قول اللي انت عايز تقوله. صحيح. ولكن الهدف الرئيسي انت حققته. صحيح. فطالما الهدف الرئيسي انت حققته خلاص انا اتغاضى عن كل شيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني رب العالمين. سعداء الحمد لله بالروح القتاليه العاليه اللي كانت موجوده. صحيح. النهارده الحمد لله سعداء ان الاهلي شرفنا كلنا النهارده الحمد لله. بطوله بتقام في السعوديه البلد الشقيق، الحمد لله خرجنا واحنا رافعين الراس ومشرفين كل العرب. هو ده النادي الاهلي على كل المسلمين الحمد لله. اه والعرب كمان بشكل طبعًا عام يعني طبعًا اكيد طبعًا. يعني اي حد عربي هيبقى فرحان ان النادي الاهلي موجود دلوقتي على منصه التتويج. الحمد لله رب العالمين. طول عمر النادي الاهلي كل واحد ليه دور فينا، حتى الجماهير نفسها. كان الكابتن بلال اتكلم على ان من ايام زمان بنتكلم على ان النادي الاهلي تاريخ وقيم ومبادئ وبطولات وارقام قياسيه بتحقق، وكله ماشي على نفس الريتم. كل المنظومه ماشيه، اللي بيتغير بيجي بيكمل على نفس الريتم اللي احنا ماشيين عليه. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيجمعنا، الكيان هو اللي بيجمعنا. هي مش عايز اقول منظومه، ربنا يديها الصحه والعمر وتفضل كده مدى الحياه. منظومه جيدة جدا، منظومة بتدي دروس للجميع عشان يتعلم. منظومة النادي الأهلي مش بس مجلس إدارة، منظومة النادي الأهلي جماهير، مجلس إدارة، فرق، قيم، مبادئ، وتاريخ، وبطولات، وأرقام قياسية. وده اللي بيحصل. وقبلهم زي ما بنقول جماهير النادي الأهلي أو أعضاء، هنقول الكل دول اعضاء في النادي الاهلي. حتى جماهيرنا العظيمه اللي هي اصلا ما عندهاش عضويه في النادي الاهلي، دول اعضاء في النادي الاهلي. دول سبب انتصارات النادي الاهلي، سبب تحقيق النادي الاهلي للانجازات الكبيره دي جدا جدا عبر الاجيال. هي في الاخر اجيال بتسلم اجيال.
واحد 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 الحمد لله رب العالمين. هو دايما النادي الاهلي هو مفرح زي ما قالوا كابتننا الكبار، هو اللي مفرح او البسمه للجماهير المصريه، البسمه لجماهير النادي الاهلي العظيمه في كل حته. بدات بقى التهاني، يمكن كانت البدايه من سياده الوزير دكتور اشرف صبحي بيهنئ النادي الاهلي بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية وإنجاز مشرف للكرة المصرية. هتنهال أنا عارف التهاني الفترة اللي جاية، بس إحنا زي ما بنقول كده بنطوي الصفحة، بس يعني نفسنا نفرح لحد مثلا ما اليوم يعدي، لأن إحنا عندنا بعد زي ما قالوا كابتننا الكبار بعد يومين بالظبط بطولة تانية. حتى جماهيرنا هو السيستم واحد والاسلوب واحد، جماهيرنا هتنسى خلاص البطوله دي، هتفرح شويه او اكتر من لعيبه شويه، ولكن هتنسى البطوله دي او الانجاز ده، وبعدين تدور على بطوله السوبر اللي هتتلعب كمان يومين يا كابتن شريف. انا مش هنساها. انت عايز تنساها انساها، الناس اللي في المدرجات مش هتنساها. احنا لسه عندنا احتفالات 3 4 ايام هنا، بنبارك للعيبه وبنبارك للجهاز الفني كله. كنا محتاجين، مفيش 3 4 ايام، احنا في ماتش يوم الاثنين، مش مهم. كنا محتاجين الفوز ده وخاصة الجهاز الفني. كنا محتاجين الفوز ده واللعيبة. وخاصة اللعيبة. كنا محتاجين الجمهور والله يا كابتن. وخاصة كل الناس اللي بتتكلم عن ايه؟ لا. للناس اللي مش منتمين لينا. كنا محتاجين الفوز ده. احنا الحمد لله بنشتغل. ما في كمال لله وحده يا كابتن أيمن. صحيح. يعني استحالة هتبقى على طول ماشي بومينج. مانشستر سيتي اللي هتلعب على الفاينل النهارده ما عندها 4 5 اخفاقات وهتلعب النهارده في الفاينل بتاع بطوله العالم، يعني دي ما لهاش دعوه بدي. يعني ما فيش فرقه في العالم ما بتتعادلش، ما بتتغلبش، ما بتتاخرش، ولكن بيحصل ايه في الاخر؟ لا يصح الا الصحيح. حتى الحزن اللي جوايا بتاع ان انا ما بلعبش فاينل النهارده ربنا بيعوضه لك، خد بالك انك كنت تستاهل ان انت اللي تكون موجود بحظ قليل، ولكن ربنا دايما هو اللي بيحضر للناس وبيحضر لك كل الاشياء، والمقدر ليك انك انت تشوفه، ما عليك الا انك تشتغل وتشوف ربنا قد ايه كبير ونعمه كتير علينا قوي، انه بيخلينا في المركز اللي احنا فيه ده مع ريال مدريد وبايرن ميونخ وفرق كبير، اكبر فرق في العالم. انت ما زلت النهارده هتلاقي تهنئه من العالم كله، السعوديين حتى النهارده السعوديه بتهنئنا كلنا. صحيح. السعودية بأطيافها بكله، بحبايبنا، بالناس اللي تربوا معانا، بندعي وبنقول الحمد لله على كل اللي احنا فيه، أصدقائنا في الوطن العربي كله. هو ده اليوم ده اللي بنرجع بالعلاقات تاني، نسلم على بعض وننزل بوستات لبعض ونشوف بعض وبارك لبعض، لفرق مصر كلها الحقيقة، مش النادي الأهلي بس اللي أنا بتمناه. يعني أنا كأهلاوي أتمنى أن فرقتي الأحسن والاقوى. صحيح. ولكن بتمنى لمصر كمان كل شيء جيد. داخلين على ايام مفترجه وعلى ايام سنه جديده، فوز جميل جدا في اول السنه، يواكبه بقى بعد كده اللي انت قلت عليه، الاستعدادات للسوبر المصري، استعدادات اللي ترجع تاني للمحلي والافريقي. مش هنلحق في اللي نعمل استعدادات. مش هنلحق نعمل استعدادات، احنا مسافرين بعد بكره ولا بكره، والماتش كمان يومين، يوم الاثنين. انا قصدي استعدادات تاخد البطوله وترجع. خاطف الفرحه وخاطف الفوز وخاطف كل حاجه ان شاء الله، امكانياتك ما انت بتشتغل من اول السنه على الكلام ده. يا سلام لما حد فينا بيعمل حاجه الدنيا بتقوم علينا وبتتقلب، انما لما نفرح يقابل له نفرح. انت قصدك نقلب الدنيا احنا كمان يعني؟ احنا نقلب الدنيا نفرح. واللعيبه تفرح، والاجهزه الفنيه تفرح، وكل الدنيا تفرح. ابطال العالم من الناس اللي بتتوج النهارده وهتقف على المنصه معاك برونزيه راجع بيها ميداليه، احنا العالم كله
يعني مش عايز اقول لك بيصرف قد ايه عشان يروح في اولمبيات ولا يروح في اي حته يرجع يتوج واسم العالم بتاعه يترفع. سفره سفره في كل حته في العالم، سفره لينا دايما رافعين راسنا كلنا مهما كان في لعيبه بتبقى مستوى نص نص او مستوى منهكه او تعبانه او اي حاجه، الفوز ده بيعوضنا عن كل حاجه، بينسينا كل حاجه وبيدينا خطوه لامام كبيره جدا. الف مبروك لمؤسسه النادي الاهلي كلها، المنظومه كلها، لينا كلنا جماهير النادي الاهلي، جماهير مصر العظيمه. صحيح. مبروك النهارده. صحيح. مبروك مره ثانيه لمنظومه النادي الاهلي كلها. النادي الاهلي شرف الكره المصريه، شرف الكره العربيه، شرف الكره الافريقيه، هو ده النادي الاهلي. لو حد كلمك على حاجه وقال لك انتوا فرحانين بالثالث وانجازه، هو انجاز. وانت فين؟ قول. ما حققوش حد غير النادي الاهلي. لا انا عايز حد يقول مين دخل مثل افريقيا او مثل كبطل لافريقيا في كاس العالم للانديه غير النادي الاهلي. انت بتتكلم عن تسع مشاركات للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. لو حد قال لك حاجه وقال لك الثالث ومش الثالث وبرونزيه ومش برونزيه، احنا تعودنا. يمكن الكابتن بلال اتكلم في النقطه دي، قال ان احنا عموما لما نيجي بنقيم الفرق اللي في كاس العالم للانديه حتى بره بيقيموا بالشكل ده، لما بنتكلم على التنبؤات او الاحتمالات اللي وارده للي هيوصل فاينل، فبيبقى الاحتمال الاول بنسبه كبيره جدا، بنسبه 90% بطل امريكا الجنوبيه مع بطل قاره اوروبا في الفاينل. فانت بتتكلم على الانجاز بقى اللي هيحققه بعد كده، مين اللي هياخد ان شاء الله بقى، ما خلاص دي بطوله جديده بقى بعد كده، الميداليه البرونزيه. فانت بتتكلم على ايه؟ بطل اسيا، بطل افريقيا، وبطل امريكا الشماليه. فانك انت تاخد من 9 مشاركات 4 ميداليات برونزيه، لا انجاز كبير جدا 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 جدا. انت بتتكلم على 4 قارات بيتنافسوا على المركز الاول ليهم اللي هو الميداليه البرونزيه، لان يعني احنا بنتكلم ان المركز الاول والثاني بنسبه كبيره جدا جدا بيبقى بطل امريكا الجنوبيه مع بطل اوروبا. فانت بتتكلم مين بقى اللي هيجيب الميداليه البرونزيه؟ الميداليه البرونزيه النادي الاهلي عن جداره واستحقاق جايبها 4 مرات من 9 مشاركات. فبنقول النادي الاهلي شرف الكره المصريه، شرف الكرة العربية، شرف الكرة الأفريقية. مين بيروح كأس العالم أندية غير النادي الأهلي؟ ده حتى لما بنتكلم عن كأس العالم 25 بنسخته الجديدة اللي هتتعمل في أمريكا، النادي الأهلي حاطط رجله من دلوقتي. النادي الأهلي مشارك فيها من دلوقتي. فإحنا بنتكلم على نادي عظيم. نادي كلنا بنفخر بيه. نادي الأهلي مش مجرد اسم، مش مجرد شعار، النادي الاهلي ملوك اللعبه. كابتن اسامه، نادي الاهلي يواصل كتابه التاريخ. نادي الاهلي مش هنقول ارقام، ولكن بتطلع الحمد لله رب العالمين. لما بتيجي تتكلم حتى في المحافل العالميه انت ما بتتكلمش، هم اللي بيتكلموا عليك. النادي الاهلي اسم كبير، تاريخ كبير، والنادي الاهلي زي ما قلنا هو الواجهه المشرفه للكره المصريه، الواجهه المشرفه للكره العربيه، الواجهه المشرفه للكره الافريقيه. كان في مكاسب كتير جدا 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 من خلال البطوله دي بالنسبه للنادي الاهلي. ما فيش شك، يعني خلاص النادي الاهلي ماضيه والحاضر بتاعه ان شاء الله المستقبل خلاص بيتكلم يعني عنه. يعني طب من اهم المكاسب اللي انت شفتها في البطوله كابتن؟ اول حاجه الميداليه، انك انت طلعت مش فاضي، يعني فاضي من البطوله، احرزت ميداليه للمره الرابعه، وده انجاز صعب تحقيقه لاي فرقه، مش سهله يعني، وخاصه زي ما انت قلت النسخه الجايه هيبقى في 12 فرقه من اوروبا و 32 فرقه بالظبط، واكتر من 4 فرق من امريكا الجنوبيه، يعني هتبقى بطوله كبيره جدا، مستويات كمان هتخش كبيره جدا. فانت حققت رابع ميداليه
فده انجاز، اول انجاز متحقق في البطوله. ايوه ده كاس العالم للانديه. خلي بالك في حاجه تانية اسمها بطوله القارات، هيعملوها كل سنه. كاس العالم للانديه هيتعمل على غرار او على نظام كاس العالم للكبار اللي هو بتاع المنتخبات، تمن مجموعات كل اربع سنين. كل اربع سنين. الثانيه بطوله القارات. ايه بطوله القارات؟ هيجيبوا مثلا بطل افريقيا مع بطل اسيا، هيعملوا بينهم قرعه عشان يلعب مين؟ بطل الاوقيانوس. وبعدين اللي اسمها الانتر كونتيننتال اعتقد، او الكونتيننتال. فبعد كده برضه نفس الكلام بالنسبه لبطل امريكا الجنوبيه وبطل امريكا الشماليه. كسبان من هنا انت بطل افريقيا، لو كسب بطل الاوقيانوس هيلعب بطل اسيا. كسبان من هنا وكسبان من بطل امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، يروح يعمل ايه بقى؟ يقابلوا بعض، والكسبان منهم يروح على طول على النهائي يقابل بطل اوروبا. اللي هو بطل اوروبا هيجي على طول على الفاين بطل اوروبا. حاجه غريبه جدا يعني. خلاص يبقى احنا نتجنس كلنا نشتري باسبورات، هنستعير الكلمه بتاعت قال يعني يا حلاوه. احنا نخلي اللعيبه بتاعتنا نجيب لها باسبورات روماني او اي حاجه ونحارب بقى اوروبا وافريقيا. ما فيش شك طبعا التصنيف الاوروبي هو رقم واحد في العالم، ولكن برضو مفروض البطولات دي تبقى ليها اسلوب اخر مختلف في اروح العب ماتشين واروح لو انا جاهز في اسبوع. في اسبوع ابقى منهك مظبوط، وحتى لو وصلت للفاينل مظبوط اروح له عامل كده. نستاذنكم سريعا بس نروح لغرفه اللبس ونشوف فرحه لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه. علي يا فوش يا جدعان مين ده؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا فرحه حلوه يا كابتن مساء. طبعا ما فيش شك. انت بتلعب كل الماتشات دي وكل الاعداد اللي بتعمله في اول الموسم وكل الاستعداد من الاداره، سواء بتجيب لعيبه او بتدفع فلوس المدربين بالاعداد والتحضير من اول الموسم عشان توصل في الاخر للتتويج والناس تبقى فرحانه، سواء لعبتنا او جهازنا او كل العاملين في النادي. وطبعا كلنا بنقول على راسنا طبعا جماهير النادي الاهلي اللي هي على طول خلاص متعوده على البطوله، يعني متعوده تشوف النادي الاهلي على منصات التتويج، متعوده تشوف لعيبتها فرحانه على طول. ولذلك احنا الزعل يمكن مستر كولر احيانا ممكن يكون عشان هو بس بقاله سنه ونص ولا سنتين ما برضو مش عارف اجواء جماهير الاهلي بالظبط، يمكن هو ابتدى يحسها. بتزعل جدا لما تخسر بطوله. صحيح كل العالم وكل انديه العالم طبيعي في كره القدم مش هتفضل تكسب كل حاجه، ولكن لعيبتنا وادارتنا والنادي والكيان كله وبجماهيره متعود على البطولات، فهم المدربين الاجانب لما بيجوا بيتفاجئوا ان الناس ما بتشبعش، الناس مشتاقه على طول. وزي ما احنا النهارده بنتكلم اهو، هيفرحوا النهارده مثلا وبكره خلاص الموضوع منتهي، لان عندهم بطوله تانية من اول يوم الاثنين، بطوله السوبر المصري. فعشان كده زي ما قلت لك بتبقى شويه مع المدربين الاجانب
مش مصدقين. اللقطه دي يا كابتن طبعا لقطه امام وكهرباء واضح ان في علاقه صداقه كبيره بينهم طبعا كل لاعيبه الاهلي وامام لسه منضمين حديثا يعني اول مش بقاله فتره مكسب ليه او امام لعيب كويس قوي ولعيب كبير وانا اتمنى له وفاز بلقب رجل المباراه النهارده ربنا يوفقه هو لعيب كويس ولعيب مميز ويستاهل وطبعا ده علي معلول ده اللي كان ده كمان كان يستاهل ده من نجوم المباراه والنجم الاول انت حتى ما اديتنيش فرصه ان انا صحح النتيجه يعني انا لما قلت 3-2 رحت انت مصرخ 4-2 عشان جون علي معلول طبعا عشان احنا كنا بنتران على حاجه معينه قبليها بثانيه ايوه بالظبط انا يعني رغم الجهد الكبير جدا اللي عمله امام عاشور وكوكا النهارده عامل ماتش كويس ومروان عامل ماتش كويس ياسر وعبد المنعم عاملين ماتش كويس مظبوط محمد هاني عمل جهد كبير جدا بيرس تاو بالذات الشوط الاولاني كان هايل مستر كولر اللي معانا في الصوره عامل ماتش كويس طبعا طالما كسب بيكسب وبيفرح الناس هو شايف دلوقتي قبل كده كان في واحد اعترض عليه وشد معاه والكلام ده اللعيبه والمدربين واي حد بيعمل عارف ان الجمهور في لحظه بيبقى زعلان وبينتقد وبعديها باقل من ثواني لو في حاجه حصلت حلوه بيفرح وبيهيص فطبيعه الحال زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر كولر وتعبير الفرح عليه والجماهير بتهيص له وكده شفت اللي بيمسك النادي الاهلي بيبقى فين طبعا صحيح طبعا طبعا النهارده تالت عالم طبعا بيلعب مع ابطال طبعاً. اسيا وامريكا وامريكا الجنوبيه وكان مانشستر سيتي هيلعبوا ابطال اوروبا طبعاً. شوف اللي بيروح مع النادي الاهلي بيروح لغايه جو تاني وليفل تاني عالي طبعا صح. طبعا بص ما فيش شك احنا عمر على تاريخنا مدربين كتير جدا 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 اجانب اوروبيين افارقه زي موسيماني مصريين طبعا ده طبيعه الحال لانه اللي بيمرن النادي الاهلي بيروح في حته تانية خالص وهو اذا حتى بيضيف لنا بخبراته اذا بيضيف لنا بعض الحاجات الكويسه في التدريب ولكن المكسب الاكبر بيبقى ليه هو وشفنا كل المدربين اللي مروا علينا ازاي راحوا في انديه اخرى في الـ في الـ في في الخليج ممكن ما كانش يجي لهم الفرصه دي لو هم ما مرنوش النادي الاهلي وحققوا انجازات معاه فالنادي الاهلي بيكبر اي حد سواء اداري سواء على فكره من اول مجلس الاداره لاصغر عامل يعني من اول الاداره بيكبر الناس اللي فيها او اللاعبين والفنيين اللي موجودين الاطباء اللي موجودين العمال اللي موجودين اي حد اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي هو اللي بيحقق المكسب الاكبر يعني صحيح. الجماهير يمكن ما بتاخدش مكسب مادي او كده زينا بس هم معنويا صحيح. في الشارع هم اكتر ناس مبسوطين اكتر ناس سعداء بفرقتهم في الوطن العربي كله على فكره صحيح. يعني احنا اكتر بطولات في الوطن العربي وفي افريقيا فما فيش شك مكاسب كتير اتحققت من التتويج دوت وعلى راسها طبعا تحقيق الميداليه لكن يعني في مكاسب اخرى يعني واحد زي كوكا مثلا ابتدى مستر كولر يعتمد عليه ويحط رجله كان الاول بيلعب اجزاء من ماتشات يلعب ماتشات مش مهمه لكن دلوقتي النهارده بيلعبوا ماتش دوت وماتش الاتحاد السعودي دي ماتشات مهمه فده برضو مكسب للنادي الاهلي ففي حاجات كتيره النادي الاهلي قدر يحققها من البطوله ديت انا شايف دولت يمكن من وجهه نظري اهم مكسبين نمره واحد البرونزيه مشاركه واحد زي كوكا وبرضه المكسب المهم في مكسب معنوي لانك انت ابتديت الموسم بخساره بطولتين كنت محتاج جدا ميداليه في الـ في الـ في المحفل ده يعني الحمد لله ماشي العادل بقى يقول كم مكسب تعالوا نروح نشوف فرحه اعضاء الاهلي بالجزيره مع منا المنيسي
يا كابتن ايمن الف 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 مبروك ليك والنجوم الاستوديو اللي معاك والاسره وطبعا قناه النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فرحه كبيره جدا جدا موجوده دلوقتي في المقر الرئيسي للنادي الاهلي. يمكن كان في دايما طول المباراه طمع في الجون الثاني والثالث والرابع ولسه كنا عايزين المزيد. الف مبروك لبرونزيه جديده بتضاف للنادي الاهلي وانجاز تاريخي جديد. ومعانا في هذه اللحظات الجمهور او اعضاء النادي الاهلي هنا بنشاركهم الفرحه. خلونا نبتدي دلوقتي. تحبي تقولي ايه النهارده بعد الفوز؟ الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره بالكامل. واحنا فرحانين جدا وسعيدين جدا ان الحمد لله ربنا كرمنا النهارده والحكمه دي ممتازه جدا. ولو كانت موجوده في الماتش اللي فات كنا كسبنا وكنا حصلنا على الذهبيه ان شاء الله. بس الحمد لله الحمد لله على كل شيء. اكتر حد عجبك النهارده في الماتش ايه؟ اللعيبه كلها وروح النادي الاهلي. كل اللعيبه بصراحه كانت لعبت بشكل كويس وكان في روح حلوه. الجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب برضه مساند اللعيبه في كل البطولات بصراحه. وبحب اشكر الكابتن ايمن شوقي والضيوف اللي معاه وكل الجماهير اللي موجوده هنا من الصبح دي وقاعدين مستنيين عشان نفرح ان شاء الله. وان شاء الله البطولات اللي جايه كلها في الاهلي ان شاء الله. تقول ايه لعيبه الاهلي النهارده بعد البرونزيه الرابعه في تاريخنا؟ بجد شكرا للنادي الاهلي النهارده على المكسب. واحنا كنا رايحين كاس العالم السنه دي ننافس على كاس العالم. احنا النادي الاهلي اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي بيبقى خايف من النادي الاهلي. الاتحاد السعودي كان بيقول ان هو بيخوف النادي الاهلي. لا احنا النادي الاهلي وان شاء الله السنه الجايه ننافس على البطوله باذن الله. وضع طبيعي الحمد لله ان احنا ناخد البرونزيه. كان املنا اكبر ان احنا نوصل لابعد نقطه بس الحمد لله يعني ان احنا عملنا الاداء ده. والاهلي في اي وقت يا جماعه يتخاف منه والاهلي ما يتخافش عليه الحمد لله. هو الحمد لله رب العالمين. هو الماتش بتاع النهارده تعويض عن ماتش فلومنسي لان احنا كنا الاحق بالوصول للنهائي. بس الحمد لله عشان ربنا يكرمنا ونفرح الناس دي ونفرح الملايين لان فعلا الاهلي كان يستحق ان يوصل للنهائي حقيقي. والف مبروك لجماهير الكره المصريه وان شاء الله في تقدم باذن الله. احنا بنقول الف مبروك للنادي الاهلي والنادي الاهلي يفرح شعب مصر كله وكل شعب مصر بيتفرج على ماتش النادي الاهلي. والحمد لله ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. المفروض النهاردة الأهلي يبقى في البطولة النهائية. الكاس النهاردة كان المفروض يبقى بتاعنا بسبب الحكم الظالم تعمر. النهاردة واحدة مازة حريم حكمه أحسن منه الحمد لله والشكر لله. إيه أكتر حاجة عجبتك في ماتش النهاردة؟ والله كلهم أحسن من بعض الحمد لله. لعيبة رجالة واقفة على رجليها مصممة وربنا عوضنا عن الماتش اللي فات الحمد لله رب العالمين. أحسن لاعب في مباراة اليوم كان مين من وجهة نظرك؟ كلهم ان الروح احلى حاجه في الدنيا. وبعدين ده النادي الاهلي هو ده اللي احنا بنحبه وده اللي فرح الناس دي كلها وفرح مصر وفرح كل العالم. احنا سياد افريقيا فدي الحمد لله ونحمد ربنا ونشكر بنشكر كابتن الخطيب وبنشكر المرتجي باشا اللي هو دلوقتي وشه حلو على النادي الاهلي هناك. ومتشكرين جدا وربنا يخليكم لينا ونفرح تاني وتاني ورابع ومليون مره الحمد لله على كل شيء. ربنا يشفي الخطيب ويجيبه بالسلامه. اللعيبه كلها رجاله والحمد لله عملنا ماتش كويس والبطوله كلها كويسه الحمد لله. كنا عايزين ان شاء الله نبقى في النهائي النهارده بس الحمد لله برضه احنا حققنا البرونزيه الرابعه لينا. والحمد لله يعني ان شاء الله كل البطولات الجايه نركز بقى في البطوله اللي بعديها زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي. خلاص هنفرح النهارده وان شاء الله من بكره نركز في البطوله الجايه ان شاء الله. تقول ايه لعيبه النادي الاهلي النهارده بعد البرونزيه؟ بشكر لعيبه النادي الاهلي وبهنيهم على الاداء الجيد ده. والصراحه احنا كنا نستحق المركز الاول بس الحمد لله طبعا والاهلي فرحنا كلنا جماهير واعضاء وكله الحمد لله. ده كان جزء تاني من جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي هنا والفرحه الكبيره اللي بتعم كل مكان موجود في النادي الاهلي هنا بالجزيره. وانا معاك يا كابتن ايمن ولسه مستمرين في تغطيتنا عقب مباراه اليوم. اتفضل. احنا ملوك اللعبه احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا قربت قال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله على السكة وشغال الضربة الأضيع بتشال الأهلي معلم أجيال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا
تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. واستكمالا للفرحة تعالوا نروح سواء لأهل من جديد. برحب بك يا كابتن أيمن وطبعا كابتننا الكبار في الاستوديو وكل جمهور النادي الأهلي. ألف مبروك يا كابتن أيمن، نادي الأهلي ثالث عالم، نادي الأهلي فخر مصر وأفريقيا طبعا والوطن العربي. ببارك لك تاني يا كابتن أيمن، ببارك لكل جماهير النادي الأهلي. وزي ما حضرتك شايف طبعا فرحة كبيرة هنا من داخل فرع نادي الأهلي بمدينة نصر، وطبعا زي ما حضرتك شايف أعضاء النادي الأهلي. ببارك لك مليون مبروك. تحب تقول إيه لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني طبعا أبطال البرونزية؟ النادي الأهلي على الفوز العظيم ده الثالث عالم البرونزية، وأشكر كولر واشكر طبعا الرئيس الخطيب على الانجازات اللي عملها مع النادي الفتره اللي فاتت. واحب اختم كلامي ربنا يشفي العمري فاروق ان شاء الله باذن الله. باذن الله ربنا يشفيه ويعافيه. ببارك لك طبعا مليون مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ الحمد لله فوز كبير، الميداليه الثالثه الحمد لله رب العالمين. ده النادي الاهلي ودايما متعودين على كده، ان شاء الله البطوله الجايه نبقى مركز اول، اول عالم باذن الله، وربنا يشفي العمري فاروق باذن الله. وبشكر مجلس الاداره وبشكر حضرتك جدا. لحضرتك طبعا كنا متاكدين ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي هيظهروا في المباراه دي بشكل جيد، وشفنا مباراه يعني ولا اروع، اداء متميز من كل لعيبه النادي الاهلي. شايف طبعا مين احسن لاعب في المباراه النهارده؟ احسن لاعب كان موجود الجمهور كان ملعلع وكان فرحان جدا جدا بفوز الاهلي، ودي حاجه متوقعه من الاهلي. يحيى الاهلي يحيى الاهلي يحيى الاهلي. شكرا مليون مبروك. بحب طبعا ابارك لحضرتك النهارده. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني طبعا مستر مارسيل كولر؟ ابارك للنادي الاهلي على البرونزيه الرابعه، وهو متمرس البرونزيات دي، وان شاء الله بقول له السوبر الجاي ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرمنا ويكرم الاهلاويه كلهم. شكرا مبروك. مبروك الاهلي. اني احسن جون عجبك في الماتش؟ ايه افضل جون ليه؟ كله بتاع بيرسيتي. مين احسن لاعب في المباراه؟ بيرسيتي. طبعا ببارك لحضرتك مليون مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ عقبال السنه الجايه ان شاء الله يكون اول، ده اللي بنتمناه يعني، انه يكون اول دوره يعني. وبعدين اللعيبه كلها رجاله، بس هو زعلونا شويه في ماتش البرازيل، انما هنعوضه في احسن حاله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا زي ما حضرتك شايف يا كابتن ايمن طبعا فرحه كبيره هنا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ببارك لك تاني يا كابتن ايمن طبعا فوز النادي الاهلي ببرونزيه، والان العوده مره اخرى للاستوديو ومدينة نصر. نصر كابتن أيمن برحب بحضرتك طبعا من جديد، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب أيضا بكل مشاهدين ومشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في كاس العالم للأندية من هذه النسخة. طبعا أداء رائع جدا من النادي الأهلي واللعيبة، يعني أكيد شفنا مباراة قوية جدا، ولكن بعد المباراة أكيد يعني بنتطرق للأعضاء هنا في فرع الشيخ زايد. ألف مبروك طبعا الفوز. تحب تقول ايه وشفت المباراة ازاي؟ الحمد لله على المكسب. احنا قدرنا نستغل في اخطاء مدافعين اوراوا، والحمد لله احنا كنا كويسين النهاردة. ومبروك لكل جماهير الاهلي. ألف مبروك طبعا لكل جماهير الاهلي. يعني شفت مباراة النهاردة ازاي، وشايف مين يستحق كمان مان اوف ذا ماتش؟ مان اوف ذا ماتش الفرقة كلها ما شاء الله. مارسيل كولر عمل ماتش كويس جدا، اللعيبه ادت اداء عالي جدا، اضافوا تاريخ جديد للنادي الاهلي. طبعا ده مش جديد خالص على النادي الاهلي الحمد لله، وفرحه كبيره عارمه طبعا. وشكم حلو كالعاده انتوا والمجموعه الكبيره الجميله ديت. مبروك كابتن ايمن، نقلتوا طبعا حب الفانيله الحمراء للجيل الجديد، حطيتوا فيهم مسؤوليه كبيره. والف مليون مبروك للنادي الاهلي والمصر كلها، وان شاء الله باذن الله القادم افضل باذن الله تعالى. ألف مبروك طبعا لنادي الأهلي. النهاردة شفنا مباراة قوية جدا من أول دقيقة الحقيقة لآخر دقيقة. شفت النهاردة أداء لعيبة النادي الأهلي إزاي؟ هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي طول عمره، هو كده نادي الأهلي، نادي البطولات، نادي الانتصارات، نادي كل حاجة. نادي الأهلي ده فريق ملوش زيه خالص في الدنيا كلها. إحنا بنعشق النادي الأهلي من صغرنا، والنادي الأهلي ده يعني حياتنا وروحنا. وده الراجل قدمه ماتش النهاردة ما نقولش يعني، هو دلوقتي الأهلي يعتبر هو الفريق الأول في البطوله دي. يعني لو جيت حسبت يبقى هو كان هو حق من مع مانشستر سيتي في الماتش ده. هو ده الاهلي يا جماعه، ولازم والف الف مبروك ليكم يا رب. وانا بدي الماتش ده للكابتن شريف عبد المنعم لان انا بحبه جدا جدا جدا. طبعا ميداليه برونزيه اكيد مهمه جدا لكل جماهيرنا جمهور النادي الاهلي العظيم. شفت النهارده اداء النهارده النادي الاهلي ازاي؟
لا علي معلول كان جامد النهارده وجاب كوره في التسعين جامده جدا، و مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نبقى المره الجايه ناخد الدور الاول. اولا مبروك لكل اللعيبه ومجلس الاداره والجهاز الفني، وان شاء الله ان شاء الله النسخه الجايه نحقق البطوله، ما نزعلش، الحلم لسه ما ضاعش، والامل لسه موجود، و الف مبروك. اهلا وافتخر وان شاء الله. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي. شفت النهارده طبعا يعني علي معلول يجدد سنتين، علي معلول يلعب سنتين، علي معلول ملك الحلول، ومبروك الف مبروك للاهلي ومبروك للبرونزيه الرابعه. شكرا وشكرا ليك وشكرا الف مبروك طبعا للنادي الاهلي النهارده، اداء قوي جدا ومشرف من اللعيبه. مين يستحق يكون رجل المباراه؟ هو رجل المباراه طبعا علي معلول بدون نازع خالص، بجد برافو بجد على اللعيبه كلها النهارده، ادت اداء عالمي، ما كانش يعني ما بيطلعش زي كل مره، بس النهارده الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق فوز مهم جدا. وبجد انا بشكر لكل اللعيبه والاداره والجهاز الفني كله، النهارده عمل ماتش تحفه النهارده، وبحب اشكر النادي الاهلي كله ان هو بيفرحنا دايما وكل دايما على نجاح ونجاح كتير. الف مبروك للنادي الاهلي النهارده. شفت الماتش ازاي؟ طبعا الماتش كان يعني احنا اتعادلنا في الاول، بس يعني ده عاده النادي الاهلي دايما هيفرحنا ومستحيل يخذلنا ولا مره، وكل مره بنبقى يعني شايفين الاهلي بعيد، وخساره النادي الاهلي من فلومينينس طبعا خلتنا كلنا زعلانين جدا، ولكن هو ده النادي الاهلي ودايما بيفرحنا وعمره ما يخذلنا. هو ده النادي الاهلي طبعا. الف مبروك للنادي الاهلي، مباراه قويه جدا، شفتيها ازاي؟ بحب الاهلي جدا وبجد مبروك على الاهلي، خد اربعه. نفسي اشكر صحابي كمان الاربعه دول، يا رب ان شاء الله فايزين، انا بحبهم. يا رب ان شاء الله الشناوي وعلي معرور وكهربا وعلي شوريه، يا رب ان شاء الله افرح بهم، يا رب يا رب افرح بصحابي. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي اكيد كابتن ايمن، بجد شفت الفرحه موجوده هنا في فرع نادي الاهلي الشيخ زايد، موجوده في كل مكان طبعا. الف مبروك مره ثانيه وعوده ليك يا كابتن ايمن مره ثانيه. يا رب دايما النادي الاهلي هو اللي بيساعدنا، يا رب النادي الاهلي من انتصار لانتصار. مين صورة البرونزية؟ احنا يا ريت يعني مش هننساها دي، بتاعت لا ما ننساش بتاعت كل مكسب دي بالظبط. السيلفي بتاع ال بتاع النهارده رباعية، احنا خد بالك احنا خدنا السيلفي ده بتاع كان خماسية ورباعية وثلاثية وثنائي، يعني خدنا سيلفي الحمد لله كتير. لا خليكم على يلا يا حبايبي، قوم اقف يلا يا بلال يلا ابو كباتن. أربعة هي أربعة كده أبو كباتن. لا 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 يا شريف ألف مبروك يا كباتن، أهو السيلفي بتاع الحمد لله كل بطولة، وربنا يديمها علينا بطولات بإذن الله تعالى، ويديمها علينا سيلفي إن شاء الله. مبروك يا أيمن، يا رب الله يبارك فيك يا كباتن، مبروك على السيلفي، الله يخليك يا شريف، بركاتك، مبروك على السيلفي. الراجل قال لك شريف عبد المنعم مفيش عقد. أبعت مفيش عقد. لا مفيش عقد. طيب بيشرفنا دلوقتي المحلل الرقمي والزميل العزيز محمد الباز اللي بقى تحليل الارقام. احنا اتكلمنا قبل الماتش قلنا باذن الله رب العالمين ان شاء الله الارقام اللي قبل الماتش كلها في صالح النادي الاهلي، والارقام اللي بعد الماتش ان شاء الله برضو تبقى في صالح النادي الاهلي. منورنا يا محمد. منور حضرتك كابتن ايمن، مليون مبروك، مبروك للكباتن، مبروك للنادي الاهلي والنادي الاهلي مبروك. والاداره الف الف مبروك. انا كنت عايز ازود الرقم قياسي كام سيلفي لحضراتكم كمحللين. ايوه مظبوط، في الثلاث سنين البطولات برضو ده رقم المفروض نحطه هنا. صحيح الارقام دلوقتي بقى خلاص اتحطت في مكان تاني، الاهلي صعب ان هو حد يعني يتحطها. خلاص بقى مظبوط خلاص، يعني في النسخه القديمه خلاص، النسخه القديمه كده بكل ما يعني خلصت على ارقام قياسيه للنادي الاهلي، هو اقوى ارقام قياسيه حتى الان هنتكلم عليها بكل التفاصيل، وعدد المباريات كمان والنبي ما تنساها. عدد المباريات 25 مباراة بالزبط. أكتر فريق طبعا لعب. يعني لعب مباريات مزبوط. تاني أكتر فريق زي ما احنا عارفين في المشاركات في البطولة 9 مرات بعد طبعا أوكلاند 11، بس احنا تاني أكتر فريق فوزا في البطولة 9 مرات بعد ريال مدريد 10 مرات، وبرضو أكتر أو تاني أكتر فريق تسجيلا للأهداف في البطولة ديت بعد ريال مدريد، سجلنا 31 هدف، ريال مدريد 40 هدف. صحيح. يعني تقريبا بعد ريال مدريد حتى في البطولات القاريه هم تقريبا 29 واحنا 25 بطوله قاريه، فاحنا الكبار دايما مع بعض. ريال مدريد عايز ايه مننا؟ صحيح يعني أيوه. ريال مدريد كده معانا في مالي طردنا ليه بيطردنا في الارقام كلها بس مين اللي بيطردك؟
ريال مدريد مفيش يعني احنا الفريق لا بقول لك ريال مدريد دخل الكره او عربيا او في مصر الحمد لله الاهلي يعني مشاركات ضخمه يعني متكلم على 4 برونزيه الحمد لله النهارده من 6 سيمي فاين او نصف النهائي 2 بس اللي جاله مننا مركز رابع و4 تحيا للبرونزيه ده رقم طبعا قياسي يعني ما حدش هيحققه خالص يعني هنشوف السنين القادمه عايزين نقول برضو ان اكتر فريق حافظ على شباك نظيفه في البطوله على مدار تاريخ البطوله هو النادي الاهلي برضو 7 مباريات بشباك نظيفه كلين شيت ارقام كلها قياسيه يعني احنا قلنا يعني برضو عايز اقول لحضرتك ان نسخه 2022 كان اكتر رقم تسجيلا للاهداف النادي الاهلي 7 اهداف في تاريخ النادي الاهلي في المشاركات لكن هذه النسخه برضو 7 اهداف برضو. فبدانا نتساوى بالنسخه الماضيه احنا حتى النسخه 7 اهداف دي استقبلنا 8 اهداف كانت رقم شويه ولكن احنا النسخه دي استقبلنا 5 اهداف في ظل الظروف اللي احنا شفناها دي كلها ولكن طبعا بنقول ان احنا من اكتر الفرق دلوقتي كتابه للارقام يعني حتى علي معلول الهدف ما اتحسبش ولكن احنا بنقول ان هو طبعا في البطوله كلها يعني تقريبا دلوقتي يعني النهارده هدف وقبل كده هدف وبرده ياسر هدفين يعني هو هدفين يعني بنقرب من الشحات اللي اصبح طبعا بعد ما البطوله انتهت 4 اهداف زي ما قلنا قبل كده تساوى مع محمد ابو تريكه وياسر الدوسري ده برده خلي بالك يدي انطباع ان النادي الاهلي عنده اكتر من واحد يقدر يجيب جول مظبوط يعني ما بنتكلمش على حد معين يعني ما بنقولش مثلا ده عنده لوحده 7 اهداف اللي بعده مش عارف عنده هدف ده انت عندك من خط الدفاع خط النص خط الهجوم كله بيجيب اجوان صحيح محمد هاني هدفين ياسر ابراهيم النهارده طبعا هدف وقبل كده هدفين فيعني 3 فبنتكلم علي معلول برده يعني وهدف قبل كده في النسخه اللي قبل كده برده يبقى كده علي معلول 3 اهداف يعني لا احنا ارقام وفعلا في تنوع اللعيبه في اي مركز ممكن يحرز اهداف بيكتبوا اسمهم في التاريخ يعني ارقام كلها قياسيه ممتازه جدا مليون مبروك للنادي الاهلي قبل ما نخش في مباراه النهارده برضو يا كابتن ايمن يعني عندنا شويه ارقام كده حصلت طبعا حضراتكم طبعا هتكلموا عليها فنيا انا عارف ان احنا ارقام القياسيه اللي حققها الاهلي خلاص والفرحه الكبيره ب4 برونزيه خلتنا شويه نبعد شويه عن الفنيات النهارده ولكن يعني خلينا نرجع فرحة تاني بس. فرحه بس كلها فيعني ممكن نستعرض سريعا ارقام المباراه بتاعت النهارده لربطا طبعا للتحليل بالتكتيك يعني 4 اهداف الحمد لله انذارين هنا وهنا 2-2 الاخطاء كان في يعني شويه اخطاء شفناهم عند اوراوا 10 الاهلي 7 ركنيات يعني من اقل المباريات في عدد الركنيات للنادي الاهلي 3 ركنيات مقابل 5 تسلل وقعنا في 3 مرات تسلل اوراوا 0 ما وقعوش في تسلل بالنسبه للتسديدات النهارده كان عندنا 15 تسديده منهم 7 اون تارجت يعني نسبه كبيره النهارده و47% الدقه بالنسبه لاوراوا الياباني طبعا 10 وكنا استعرضنا مع حضرتك قبل المباراه ان هم دايما فعلا بيوصلوا ويسددوا على المرمى 4 اون تارجت 40% ده رقم كويس الاكس جي عندنا كان ممكن نصل لثلاث اهداف يعني الرقم عندهم شويه كان فيه خطوره طبعا شفنا كذا فرصه فعلا شكلت خطوره الفرص 8 للنادي الاهلي 6 لاوراوا الفرص الكبيرة المحققة من 8 اللي كان ممكن تترجم لأهداف 4 للنادي الأهلي 2 للفريق الياباني استحواذ احنا النهاردة يعني 53% ل47% للفريق الياباني الاستحواذ بالدقايق شوية ان احنا الكرة كانت في التاتشز وبين رجل اللعيبة بالدقايق وصلت ل 24 مقابل 22 دقيقة تمريرات النهاردة كالعادة دايما يعني بنعمل رقم قياسي في التمريرات فوق ال 500 تمريرة وده رقم كويس جدا منهم 448 صحيحة بنسبة دقة 86% المباريات اللي فاتت حتى في الدوري كنا بنصل ل 89% من الدقة يعني بنقول ان من فوق ال 85% دايما ارقام عاليه جدا حتى عند اوراوا الياباني طبعا 300 او 465 منهم 376 صحيحه بنسبه 81% الشورت باسس برضو كان في رقم كبير جدا عندنا 460 منهم 419 صحيحه هنا بقى الدقه معديه 90% من الشورت باسس شفنا النهارده البيلد اب بيتعمل بشكل كويس التسلم والاستلام كان بشكل كويس اللعيبه مقربه الخطوط من بعضها التمريرات الطوليه لونج بولز النهارده لا كان في شويه يعني لونج بولز اتلعبت 50 عند الاهلي منهم 28 صحيحه بنسبه 56% عند طبعا اوراوا 38 منهم 15 39% الدقه العرضيات الكروسس النهارده مش كتير نفس الركنيات وده رقم برضو عند الاهلي قل مقارنه بالمباريات السابقه 12 عرضيه منهم واحده بس اللي كانت دقيقه او صحيحه بنسبه 8% عند الفريق الياباني 14 منهم 7
بنسبه 50%، وده احنا قلناه قبل المباراه كابتن ايمن، هم دايما بيتفوقوا في العرضيات والركنيات ولكن سلبي، يعني ما صحيح. بيعرفوش يترجموها لاهداف او فرص صحيحه. الدريبلينج النهارده كان 9 للاهلي منهم 6 بشكل صحيح بنسبه 67% دقه عند اوراوا، 9 منهم 3 بشكل صحيح. خسرت الكوره، خسرنا الكوره 36 مره وكان معظمهم في نص الملعب في الثلث الاوسط عند اوراوا برده نفس الكلام 38. الاعتراضات احنا النهارده كان عندنا بصراحه ياسر ابراهيم من احسن الناس شفناهم النهارده، خاصه في الشوط الاولاني في الاعتراضات والبلوك والريكفري، عمل مباراه كبيره جدا حتى مع مروان ومع كوكا شفناهم في اكتر حاجه في الاعتراضات. دي ارقام النادي الاهلي. كنا عايزين نبص على خريطه حراريه سريعه بتورينا الاختراقات بقى، الارقام دي كانت على ارض الملعب، على ارض الملعب كان الاختراقات منين بالظبط للنادي الاهلي. عندنا خريطه حراريه بتقول لك في الخمس ممرات الاختراقات عند النادي الاهلي بقى كان هنا رقم بصراحه كبير جدا، يعني من الاطراف شفناه برقم كبير جدا خاصه من ناحيه اليمين. هنا برده يا كابتن ايمن الكباتن برده احنا شفنا امام عاشور عمل سويتشنج مع بيرستا وفي ناحيه مزبوط. اليمين كان بيجي مكانه، هو بيروح اللا مركزيه او السويتشنج ما بينه راح هناك جنب حسين الشحات، فالاثنين عملوا حاله كبيره جدا في عدد الهجمات من الممرات الخمسه ناحيه اليمين، حتى الممر الايمن 13 والممر الايمن الداخلي او الهاف سبيسز هنا 12 ناحيه بس اليمين كان فيه تقريبا 25 هجمه. صح. رحنا من ناحيه اليمين ناحيه الشمال، بس ده واضح 18. ان مستر كولر درس الفرقه دي كويس. مظبوط بالظبط، فبدا ان هو يلعب، لان احنا كنا بنقول عندهم مشكله في الظهير الايسر والضغط عليه بشكل كبير جدا كده. اللعب في العمق او الاختراق من العمق ما كانش فيه عندنا رقم، كان 3 فقط، رقم مش كبير. الناحيه الثانيه بقى الفريق الياباني اوراوا، هنلاقي بقى حاجه كنا اتكلمنا فيها كابتن ايمن قبل المباراه، ان هو الفريق ده دايما بيلعب على الاختراقات من العمق، يعني شوف هنا يعني هتلاقي 10 وجنبه 9 من ناحيه اليمين، ده هم دايما بيحبوا يلعبوا طريقتهم في اللعب ان هو يخترق من العمق، وده الارقام فعلا طلعتها ناحيه اليمين ناحيه الشمال اقصى الاطراف ما كانش فيه اختراقات بشكل كبير جدا، 4 هجمات هنا في اليمين و5 هجمات في الشمال. اخر حاجه سريعا الهدف الثاني لتاو، عايزين يعني نتذكر مع حضراتكم الضغط، طريقه الضغط اللي احنا اعتدنا عليه مع مستر مارسيل كولر ولعيبه النادي الاهلي في الموسم الماضي، الضغط العالي الشرس اللي بيولد اخطاء على اي فريق، ده احنا شفناه في الهدف الثاني النهارده، ويعني كوكا لما كوكا قطع الكوره بالظبط، يعني شوف كابتن ايمن الضغط هنا على طول في 3، يعني اللعبه كملت بترجع يرجعوا الكوره طبعا لحارس المرمى، بدا بيحاول ان هو يعمل بيلد اب، ولكن هنا في بص في فيمتو سكند في 3 لعيبه راحوا قطع الكوره فعلا وراحت لبيرستاو. هو ده طبعا وترجمت لهدف. اللي انا كنت عايز اقوله من هنا بس الضغط العالي الشرس بلعيبه مزدوج 2 و3 ويقفل زوايا التمرير، هو ده كان سر تفوق نادي الاهلي. طبعا بيرجع لعامل بدني كان عالي جدا بيساعد اللعيبه في موضوع الضغط، وحضرتكم تكلمتوا عليه وكابتن شريف برضو اشار لموضوع الضغط، يعني عشان كده حبينا نقول مع الضغط دوت يعني يا ريت نكمل ان شاء الله ناخد بقى بطوله السوبر و من غير ما يشاور لك كابتن شريف. لا انا يعني لو كابتن عادل يشاور لك كنت هتقول الكابتن عادل. لا لا هو كابتن ايمن بيغير مني عشان انا سابق عصري في الخطط وفي ازاي تكسب الفرق بالضغط. مظبوط كابتن ايمن عشان هو مدير الاستوديو بينسب لنفسه اي حاجه بتحصل. صعب صح يا كابتن شريف، مليون مبروك، ارقام للتاريخ، ارقام قياسيه، وان شاء الله النسخه اللي حضرتك زي ما قلت بالظبط الكبيره بقى 32 فريق الاهلي طبعا حط رجلي فيها يعني بشكل كبير جدا ان شاء الله بيزن. ونعمل فيها طبعا يعني ارقام ايضا قياسيه جديده باذن يا الله يا رب ان شاء الله. احنا عارفين خطوه بخطوه السوبر اللي جاي بعد يومين وننتهي من السوبر ونشوف اللي بعده. بص خلينا نفرح النهارده شويه بالظبط، عايزين نفرح ببطوله، عايزين نفرح بانجاز شويه، ناخد لنا حتى ساعتين ثلاثه بس نفرح بيه، انجاز كبير طبعا. ثلاث ايام عندك باذن الله. مليون مبروك. شكرا والف الف مبروك يا محمد. شاكرين جدا. الف الف شكرا. طيب كابتن عادل كنت بتتكلم على لا ما اتكلمتش كلمتش كابتن وسام، كنت بتتكلم لي على ناحيه البطوله وفوائدها بالنسبه للنادي الاهلي. اه طبعا، وانت قلت ان الفوائد مش فوائد فنيه بس. لا طبعا، ايه المقصود؟ بتبقى اولا ماديه، تبقى حاجه تانية انك انت ممكن يكون هتزيد الرعايه بتاعتك لما توصل للثالث العالم، ممكن تزيدك في الرعايه في القادم، لانه هي الرعايه هو ليه النادي الاهلي دائما رعايته بتبقى اعلى رعايه، علشان النادي الاهلي بيتواجد في كل المحافل الدولية. مزبوط. النادي الأهلي بيعمل إنجازات في المحافل الدولية. مزبوط. فأنت علشان كده حتى قيمة التسويقية بتاعت لعيبتك هتعلى وبتعلى، عرض كويس للعيبتك لو عندها عروض،
اكيد الناس هتشوف لعيبتك في العالم كله او في انديه كتير قوي ممكن بتروح تختار من كاس العالم للانديه. ما هي البطولات العالميه دي يا كابتن وال يعني اي نادي في الدنيا عايز يشتري لعيب او عايز يجيب لعيب مثلا لازم يشوفه في مباراه تقيله. مباراه كاس العالم للانديه بتبقى تقيله لانك انت بطل القاره اوروبا واسيا وافريقيا فاكيد وامريكا الجنوبيه فاكيد الفرق دي بتبقى اعلى فرق. انت بتتكلم على فرقه مثلا زي النادي الاهلي متواجده اتحفظت اتعرفت الناس كلها عرفتها كل انديه اوروبا عرفتها ودي حاجه صعبه جدا على فكره. انت بتتكلم على التهنئه اللي بتجيلك اللي جات لك من الباير قبل كده وجات لك من ريال مدريد او جات لك من السيتي في المباراه اللي انت كسبتها على اتحاد جده في بدايه البطوله. كل دي مكاسب للنادي الاهلي والمكاسب كمان الكبيره الفرديه الشخصيه لمين؟ للاعبين واجهزه فنيه يعني مثل الكولر مثلا التالت العالم دي تفيده وتزوده من ناحيه التدريبيه مظبوط بتعلي ثمنه كمان طبعا وبتعلي له ثمنه صحيح. الناس بس فاهمه حتى كمان لما الناس حتى جمهور النادي الاهلي لما يجي يفهم لما انت تيجي تقيم مدرب انت بتقيمه على قيمه النادي يعني مثلا انا لو نادي صغير واوصل لانجاز فببقى سعيد جدا بالانجاز لان انا نادي صغير لكن انا نادي كبير يعني دائما النادي الاهلي هو اللي بيكبر المدرب مش المدرب اللي بيكبر النادي الاهلي. النادي الاهلي خد كم مره رابع عالم دي المره الرابعه يعني خد المره الرابعه يعني كم مدرب خدها قبل كده كان في موسيماني خد مرتين كولر مانويل جوزيه خدها مره يعني انت بتتكلم على مدربين يعني النادي هو اللي بيعلي المدرب كل مدرب بيجي النادي الاهلي ولازم نبقى القيمه التسويقيه بتاعته كمدرب بتكون اول ما بيخش النادي اي مدرب حتى فايلر حتى مانويل جوزيه نفسه مظبوط مانويل جوزيه مسك بعديها منتخبات وانديه مثلا في مدربين لما بيجوا بيبقى عندهم عروض جاي النادي الاهلي مبهم مش معروف بيحصل له انه بيتعرف في العالم كله على الاقل العالم الافريقي كله واحيانا لما بيروح كاس العالم للانديه فبيعلى القيمه التسويقيه بتاعته فانت بتتكلم على استفاده كبيره. الحاجه بقى كمان للاداره الاداره لما يروح كاس العالم للانديه بيتعرف على اجواء اخرى بيشتغل بافكار تانية. انت بتشتغل يعني النادي الاهلي دايما افكاره في ايه؟ انه يواكب الفرق اللي بره العالميه ودي في حد ذاتها بتبقى فيها صعوبه. انت لما تيجي تشتغل يا كابتن ايمن على اهدافك الدولي بعدين كاس مصر بعدين بتتكلم على السوبر المصري دي بطولات محليه مظبوط حلو. النادي الاهلي النادي الوحيد اللي في مصر اللي بيلعب بطولات اخرى كاس عالم في انديه بتلعب كاس افريقيا انا معاك لكن انت بتلعب في انديه بتلعب في الكونفدراليه وفي انديه بتلعب برضو يعني خلي بالك ما هو النادي الاهلي هو السباق في كل حاجه صحيح حتى في مكاسبه هو السباق وهو اللي يعني بيفرحك يعني حد يقول يعني انه طول الوقت الكره المصريه تعتمد على سفير واحد هو انا بعتبر ان النادي الاهلي سفير مصر في كره القدم سفير مصر الاوحد لا هو منتخب بلدنا طبعا الاهم من الاهلي واهم لا انا بتكلم على الانديه بتكلم على الانديه انا عارف لكن عندك لا ما هو المنتخب المصري بيلعب في قاره لا بعيد عن المنتخبات بيلعب قاره وكاس عالم يعني ما هو برضه بيشرفك لكن في اخر الامر الاستفاده كتيره قوي في كاس العالم الاستفاده كتيره في المراكز اللي احنا بناخدها ودي بتعلي كمان كتصنيفك خلي بالك بتعلي تصنيفك مكاسبك في البطولات تعلي لك التصنيف بتاعك انت وصلت الرابع بتهيألي رابع عالم من فتره في الشهر اللي فات بتهيألي خدت في التصنيف او اكتوبر التصنيف الرابع بعد الميلان حاجه كده فانت حاجه جميله قوي ان النادي الاهلي يحطك في جوه الحسابات اللي هي بتاعت
افضل نادي واحسن نادي والحاجات دي كلها. وما تقدرش تقول انك انت تبقى سعيد جدا ان انت بتتشرف انك كنت جزء صحيح وما زلت تبقى جزء من الكيان الكبير اللي هو كيان النادي الاهلي. صحيح. تعالوا نروح مرة تانية نشوف رجل مباراة اليوم إمام عاشور قال إيه بعد المباراة. الحمد لله الفوز والأداء أو يعني الحمد لله احنا راضيين بالمركز الثالث. احنا كنا جايين نلعب على أول أو تاني بس الحمد لله قدرنا نحقق ميدالية. حابب أشكر اللعيبة الرجالة طبعا واحد واحد من أصغر واحد لأكبر واحد بصراحة ما فيش حد دخل علينا بنقطة عرق واحدة. الحمد لله بشكر اللعيبة طبعا واللعيبة اللي بره طبعا برضو بصراحة ما حدش فيهم أثر في أي حاجة. والحمد لله بشكر الجمهور طبعا والجهاز الفني واحد واحد. الحمد لله شعور طبعا الواحد مش مهما يتكلم طبعا مش هيقدر يوصف اللي هو فيه. النادي الاهلي دايما بنلعب على بطولات. النادي الاهلي معروف في العالم كله. حابب اشكر اللعيبه تاني وثالث مره. احنا يمكن ما فيش حد اثر في البطوله والحمد لله وان شاء الله قدامنا بطوله تانية باذن الله نركز فيها ان شاء الله. تقول الجمهور النادي الاهلي بعد لا بشكرهم طبعا على الدعم ده للعيبه كلها طبعا معانا من اول البطوله. الحمد لله انا بقول لهم طبعا نفرح النهارده ان شاء الله وان شاء الله نركز في البطوله الجايه باذن الله. طيب كابتن بلال كابتن عادل اتكلم عن المدربين وبعض الايجابيات وبعض المكاسب من البطوله. خلينا اكلمك على القيمة التسويقية. ما هو اتكلم على القيمة التسويقية. لا ما اتكلمش على الأندية. ما اتكلمش على فلوس. أنا عايز القيمة التسويقية بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي كانت القيمة التسويقية 30 مليون يورو 5.45 حاجة زي كده. بعد البطولة دي. بس خليني أقول لك القيمة التسويقية مرتبطة بالبطولات والإنجازات ولا مرتبطة بحاجة تانية؟ لا طبعًا بص يا كابتن ما هو أنت وجودك النهاردة في المحفل ده تمام يعني ازاي بيعلي القيم التسويقيه للفرقه هو النهارده الماركت فاليو ده في ناس. طب خليني بس اقول لك ان مانشستر سيتي هو الماتش لسه بادئ بعد 30 ثانيه احرز الهدف الاول. اللهم صل على النبي. بقول لك هيدوم 6 7 لا الله اعلم الكوره يا عم انت بتتكلم في ايه؟ يصعبوا عليهم يصعبوا على مين؟ انت بتتكلم انت فرقه كنت لازم تكسبها في فلومينزي دي اعتقد هيشيلوا كتير قوي. احنا مش اهدينا البطوله لمانشستر سيتي الماتش اللي فات بعد ما احنا خسرنا؟ قلنا احنا بنهديكم البطوله. احنا جبنا بطوله الحمد لله النهارده. الحمد لله رب العالمين. بصوا دوله على فكره ده الوضع الطبيعي ودي الفروقات اللي موجوده. اوروبا في حته تانية خالص كابتن بعيد عن اي حاجه الناس كلها. لا ومش اوروبا بس عن اي حد في اوروبا عن فرق كتيره جدا. بدون قطع كلامك امريكا الجنوبيه احيانا بيبقى عندهم فرق كبيره طبعا صح طبعا صح قبل كده صح بس هي الفرقه دي شويه اعمارهم مش طبيعي يعني كبيره بطريقه يعني فرقه جيده بتلعب كره كويسه بس مش من افضل النسخ بتاعه امريكا الجنوبيه مش افضل نسخه ليها السنه دي الحقيقه او الفرقه البرازيليه او الفرقه البرازيليه بشكل عام طبعا فالنهارده كابتن في ناس مسؤوله عن الماركت فاليو ده بتاعه بتاع اللعيبه تمام هي اللي بتعمل تقييمات بره طبعا بره مصر بتعمل تقييمات حتى للدوري اللعيبه اللي في الدوري المصري كويس. ما خد بالك النهارده انت لما بتعمل سيرش تيجي تجيب مثلا تقول انا بدور على لعيب في حدود 2 مليون يورو مثلا فما بتروحش بقى على اوروبا خلاص بتروح في حته ثانيه بتروح في اسيا او بتروح مثلا في افريقيا او بتروح في المكسيك او ممكن تروح في حته في البرازيل فبتبتدي تشوف مثلا ايه والله ايمن شوقي راس حربة طب هو جاب كام جول تمام طب هو عنده كام سنه طب هو طب حلو الحاجات دي ليها تقديرات ماشي. طبعا خليني يعني اقف معاك في النقطه دي بس فضل. يعني مثلا كان القيمه التسويقيه لاكثر واحد في النادي الاهلي كان اليو ديانج 3 مليون وشويه حلو. طيب عدم مشاركه اليو ديانج في البطوله دي هل يقلل من سعره على حسب هل هو يلعب في منتخب بلده بيلعب طب بيلعب في منتخب بلده ما هو بص هي عروض وهي مرتبطه كمان في وهي مرتبطه كمان بالعروض يا كابتن ايمن يعني النهارده مثلا احنا بنقول ليت سي جه البيرسي تاو عرض مثلا ب 10 مليون يورو كويس عرض اوفيشال كويس ما ده يرفع القيمه التسويقيه برضو للفريق بشكل عام ما هو الرقم بتاعه
فاهم قصدي؟ اللي بتباع بيه. صحيح. يعني أصلي. هي مرتبطه بالعروض؟ اه وطبعا. ولا مرتبطه بالجوائز؟ لا الجوائز مالهاش علاقه كده. مالهاش علاقه. لا اعتقدش الجوائز لا. للفريق ككل. لا طبعا مالهاش علاقه. انت بتتكلم حاجات الفرديه، اصل دي قيمه تسويقيه للاعبين. خد بالك مش للنادي نفسه، اصل النادي نفسه مالوش علاقه بالقصه هي دي. هي البطولات نافذه يعني نافذة. هي البطولات هي اللي بتنفذها اللي هي بتخلي بالظبط كده بالظبط البروكرز والفرق والدنيا والمدربين. يعني النهارده انت مع مين؟ مع جوارديولا في بطوله كويس. اتفرج عليك في وهنئك في مباراه الاتحاد هتجد. واتفرج على الاتحاد كمان، واتفرج على الدنيا وشايف الدنيا ماشيه ازاي، وشايف افريقيا فيها ايه، وشايف اسيا فيها ايه. فانت خلاص دخلت بقرة التسويق. ما ماشي هي بتنقل لك نقله ثانيه. اه طبعا. طبعا بتنقل خد بالك. ما انا بص انا النهارده كابتن ايمن سعره 2 مليون، كابتن اسامه 3 مليون، كابتن شريف 5، تمام، كابتن عادل 6. ما هي الارقام بتتحسب كده كويس، لكن ما بتتحسبش للنادي. النادي هو نادي وصانع لهذه الارقام، لكن الارقام في الاخر بتتحسب للعيب، يعني بتتحسب بناء على تقييم اللعيبه، فاهم قصدي؟ للسوق، تقييم السوق للعيبه يعني، وتقييم الناس اللي في البطوله لمروان عطيه وامام عاشور لما بيدوروا احسن لاعب في المباراه خلاص دخل برضو في نقله العالميه دي. يا كابتن بلال تستفيد منها ازاي او تكمل عليها ازاي؟ لا انا استفيد منها ازاي، هو ده السؤال الاول يا كابتن. ماشي. انا كنادي يعني عندي حاجتين. الحاجة الأولى رقم واحد لازم أستفيد من اللي أنا فيه ده بالرعاية، السبونسر، الرعاة بالنسبة لي. لازم الرعاة بتوعي يبقى، لو أنا باخد 5 جنيه يبقى هاخد 10 جنيه، تمام؟ لو أنا باخد مليون يبقى لازم أخد 5 مليون. لو أنا النهاردة مقسم مثلا الرعاية دوري وكأس وأفريقيا يبقى لازم في رعاية لوحدها لبطولة كأس العالم للأندية، ده وضع طبيعي، فاهم قصدي؟ أنا النهاردة المكان اللي أنا موجود فيها دي الراعي بالنسبه لي. مين النهارده في الدوري المصري مين بيتفرج؟ مصريين. طب بره اكتر، صح، تمام. طب كاس العالم للانديه اكتر واكتر واكتر بكتير جدا. فبالتالي انت القيم بتاعتك انت كنادي اهلي، تمام، الرعاه بالنسبه لك الطبيعي جدا ان انت تستفيد من خلال الوضع اللي انت فيه، تمام، وتعلي القيم بتاعه الرعاه بالنسبه لك. يعني انا النهارده لو باخد 100 مليون النهارده لازم اخد 150 مليون. هو ليه النهارده لما بنيجي نحسب مثلا او لما بيجي يحسبه بيقول لك الاهلي النهارده كرعاه 200 مليون، طب واللي بعديه مثلا 100؟ ما عشان كده، عشان مش بس انت بطل، انت بس مش بس انت بطل دوري عام فالناس بتتفرج عليك جوه مصر، لا انت متشاف في كل مكان، تنقل نقله، فبالتالي انت النقله مختلفه النهارده، تمام. انت الراعي اللي موجود على التيشيرت النهارده بتاع النادي الاهلي الفاليو كمان بتاعه بيعلى، تمام، لانه اصبح متواجد النهارده، متواجد مثلا في السعوديه او متواجد في الامارات، متواجد في قطر، متواجد في كل مكان في افريقيا، تمام. فالنهارده انت اصبح كمان الفاليو بتاعك بيعلى مع النادي الاهلي، ما كل ما النادي الاهلي يروح في حته مختلفه كل ما انت كمان كراعي بتتاثر، تمام. انت كشركه طيران مثلا لو انت الراعي بتاع النادي الاهلي النهارده بدل ما انا هتنقل فين لو انا ما رحتش افريقيا؟ صح، مفيش، صح. لو ما وصلتش لبطوله افريقيا خلاص النهارده انت مش موجود، انت موجود بس في بطوله الدوري العام، فاهم قصدي؟ فالنهارده في حاجات بتعلي انت من اسهمها كنادي للرعاة الموجودين عندك، فلازم تستفيد من الحته دي. يعني انا النهارده لو انا بشتغل مثلا في الحته دي انا من ناس يعني من الشراب للتيشيرت هيبقى كله سبونسر، كله معلنين، واستفيد بالحته دي بشكل قوي جدا، ويبقى عندي كمان عامل التيشيرت بتاعي ولا الشورت ولا الشراب بتاعي وحاطط له منظم له كده زي ما هو عالمي. اكيد الناس طبعا في النادي الاهلي عامله كده وعامله الكلام ده بشكل محترف جدا. بس كل ما انت كمان انت كنادي اهلي بترفع الارقام بتاعتك. صحيح. لان خلاص انت كل ما ده كمان عشان توصل وتستمر في الحته دي هتدفع اكتر، هتجيب لعيبه اكتر، هتجيب صحيح. مدرب اغلى، انت عايز مصاريف كبيره طبعا اكتر بكتير جدا. اكيد ان كلامك يا بلال اول طفره في السبونسر بتاع النادي الاهلي كان بعد كاس العالم بتاع منو الجوزي، او اللي خدنا فيها اللي خدنا في الرقم ده نطه كبيره طبعا جدا. طبعا يا كابتن، ما بص يا كابتن كده اللي كلامك النهارده احسن لعيب في، يعني انا هديك نموذج بسيط، احسن لعيب في الدوري المصري النهارده مثلا، يعني هل مثلا لو جاله اعلان هيبقى بنفس الاجر بتاع لعيب عادي؟ لا، موضوع مختلف. لا طبعا تمام. ليه؟ لان خلاص ده اتحط في مكانه مختلفه تماما. فكلنا بنلعب في الدوري العام لكن في هنا رقم واحد، صح. فالنادي الاهلي هنا بينقل كمان الرعاة اللي موجودين نقله مختلفه،
تماما يعني تماما. فليه ليه الانديه ليه الرعاه بيتهافتوا على النادي؟ عشان كده، عشان الحته دي، عشان الوصول للمكانه دي. النهارده بتلعب السوبر المصري في الامارات، بتتوج كبطل، وانت بتتوج كبطل ما انت التيشيرت بتاعك عليه الرعاه بتوعك اللي انت اللي موجودين يعني. تمام طب انت بتعلو، هم بيعلوا معاك كمان يعني. فالنهارده لا، وجود الاهلي في المحافل الدوليه وحصوله كمان على البطولات ده موضوع مختلف تماما. صحيح. يعني اعتقد النادي الاهلي طبعا، الناس اللي موجوده اعتقد طبعا، وانا متاكد ان هم بيفكروا في الشكل ده بشكل كبير ومتطور جدا، عشان يقدروا يدخلوا قيم كبيره للنادي الاهلي، عشان كمان تقدر تستمر مزبوط. في الحته دي يا كابتن واكب مظبوط. اه طبعا، انت ما خدتش فلوس، مش هتقدر تجيب لعيبه، مش هتقدر تجيب مدرب جامد، مش هتقدر تعمل تيم كويس، مش هتقدر تقعد تغير. خد بالك في كره القدم وفي السله وفي الطايره وفي اليد والباسكت، كل مكان مظبوط. صح. طيب تعالوا نروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Merke auch, dass sie Freude haben, dass sie ja, ein wenig vielleicht auch mal einen Scherz machen, so das haben die Ägypter, glaube ich, eh gerne, wenn man lachen kann. Und ja, es gibt wahrscheinlich im Leben auch nicht so viel zu lachen, und es ist gut, wenn man zwischendurch mal etwas Ablenkung hat und sich freuen kann. Und wenn das dann natürlich noch mit Siegen passiert, dann macht es noch viel mehr Spaß. طبعا دي حاجه بتسعدني جدا ان العلاقه بيني وبين الجمهور كويسه كده. انا بحاول دايما ان انا اسعدهم، واكتر حاجه بفكر فيها الحياه بقت قاسيه جدا، والواحد ما بيلاقيش الفرحه كتير في الحياه، فبحاول من حين لاخر يا اما عن طريق روح الدعابه اللي المصريين بيحبوها، ان انا اعمل حاجات بتوصل عند الجمهور بيستقبلها بيضحك عليها. لحظات الضحك اللي الجمهور بيضحكها دي بالنسبه لي بالدنيا كلها، لان انا ببقى مبسوط جدا ان انا اسعد الناس. اما ده كمان بيكمل بانتصارات وفوز، ده بيبقى سعاده كمان اكبر ان انا اسعد الناس دي كلها. ده حاجه كبيره جدا، لان زي ما قلت لك الحياه قاسيه صعبه، ولحظات السعاده بنسرقها من الحياه دلوقتي، فاكيد حاجه تسعدني جدا ان انا اكون سبب في سعاده الناس دي كلها. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، منورنا يا كابتن والف مبروك. تحياتي لكابتن نايم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن الشريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، وكابتن بلال. الف مبروك كابتن ايمن للنادي الاهلي وللجماهير النادي الاهلي، الف مبروك للجماهير كلها المصريه، الف مبروك للجهاز الفني والاداري ومجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. مباراه اداء ونتيجه، وحاجه جميله جدا كابتن ايمن النهارده استمتعنا بالاداء والنتيجه، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا دايما متعودين على الاداء بتاعه. سريعا عشان معانا بعض الحالات يا كابتن اسامه كتير جدا، نبذه يا كابتن ايمن، وانا قلت لك قبل الاستوديو واحنا بنسجل، قلت لحضرتك ان المحكمه الامريكيه الاختبار الحقيقي هو النهارده. صح. هي اداره كابتن بلال نهائي كاس عالم سيدات، واداره مباراه الافتتاح، بس كان المباراتين سهلين. وانا قلت كابتن ايمن الاختبار الحقيقي النهارده لهذه المحكمة في هذه المباراة كابتن عادل، للحالات التحكيمية والاختبارات الكتيرة اللي تعرضت ليها، هو ده الحكم. عشان تقيم حكم يبقى عنده اختبارات داخل الصندوق يا كابتن أسامة، وتشوف هو القرارات اللي خدها ايه. النهارده عندنا قرارات كتيرة جدا، هنشوف النهارده كمان الثقة كابتن أيمن، واثقة في نفسها جدا، البادي لانجوش عندها عالية قوي قوي، تعامل بهدوء بابتسامة. صحيح. مش بعنف، واثقة من نفسها، والثقة دايما بتدي القرارات الصحيحة كابتن أيمن. توري المحكمة الأمريكية، نشوف أول حالة تحكيمية كانت داخل الصندوق، وهنشوف يا بلال وكابتن شريف الحالة اللي جاية. وهنا لعبة كهرباء وإمام عاشور يا كابتن بلال، هنا طبعا كهرباء سقوط، مفيش في حاجة، مفيش مخالفة، وبالتالي هي كانت قريبة على فكرة لو معانا ماتيريال. ثم إمام عاشور أيضا هنا السكوت مفيش فيه مخالفه خالص يا اسامه، هي سمحت باستمرار اللعب، وهنا تقريبا الحاله مش واضحه ولا الصوره مبينه. صح. وهنا خدت القرار باستمرار اللعب، وهنا الفار اكد كونفيرم مفيش مخالفه بدون الرجوع للفار خالص. صحيح. دي اول حاله. شوف الحاله اللي بعد كده اللي معانا، وهنا اللعبه دي كابتن لو انت شفتها اللي هي بيرسي راح عند العارضه، وهنا بنقول تنافس عادل، مفيش ايد، مفيش دفع، المخالفه هنا مش موجوده، وكان القرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب. تمام. دي حاله الثانية، الحالة ده كله كابتن أيمن داخل الصندوق. هنا الحالة دي مهمة جدا، وشوف تميز للحكم المساعدة. المساعد الأول اللي هي البنت الجميلة ديت اللي هنا،
شوف التركيز يا كابتن ايمن، شوف هنا ياسر فين، ياسر ابراهيم فين، على اليمين هنا عندنا اهو متغطي ولا مش متغطي؟ متغطي. كابتن شريف مظبوط، اللعبه دي مهمه جدا، دي كره ثابته صح، هي هنا المساعده هنا بتاخد عينيها على معلش سامحني الصوره الاولانيه نرجع تاني معلش، بتاخد عين على التسديد وعين على التمركز المدافعين والمهاجمين بالظبط، رابطت كويس قوي قوي قوي. مين اللي هيروح يلعب كابتن؟ مين اللي هيروح يلعب؟ ياسر. ياسر ياسر. طب لو حد من الاثنين اللي هم في القلب اوف سايد على طول تسلل، هو صحيح. كان كهربا كمان قريب قوي يعني، لو كهربا راح لمس الكره من قدام لا لا كابتن شريف كان باظ الدنيا، لو كهربا كان لمس كان الهدف اتلغى، ولكن طبعا حظنا حلو ان ياسر اللي كان في موقف سليم هو اللي راح. نشوف كده اللقطه اللي جايه معانا، نشوف هنا تسلل طبعا ياسر اللي كان في موقف سليم وهدف تميز كابتن بلال، ان هي تحط عينيها على اللي في التسلل وعلى اللي واللعب بعدها، ده كانت لعبه صعبه لا، وكمان والجول التسلل اللي حسبته لغيته بتاع النادي الاهلي برضه جاي الثاني ده جاي ثاني، انا بوريك التميز استمرار اللعب وهدف صحيح ليه. طب الكره دي يا كابتن هنا بنقول تنافس برضه يا كابتن، بص يا كابتن مظبوط، يعني ما تستناش تاخد الفاول، يعني هي الثقافه اللي احنا بنقولها لعبتنا، روح وحط جسمك ويبقى فيه شويه ايه يعني ايه، مش هنقول خشونه ولا حاجه، ولكن روح عشان تلبسه بين، ولكن انا مش هستغل التلامس وقع صح، وهي هنا انا شايف ان مفيش مخالفه عادل، لا هنا تنافس عادل، ويمكن هنا الشحات يا دوبك يعني يعني انتظر او توقع الايد تيجي وعمل السكوت، ولكن هنا كان القرار ايضا صحيح، ودي اختبارات كابتن بلال، كل دي اختبارات داخل الصندوق صح مظبوط، والفار هنا اكد معاه. نشوف الحاله اللي جايه، وهنا الراجل المدافع بتاع اوراوا طبعا هنا في خطا من التحضير من المدافعين، راجل مغطي هناك، هنا راحت لبرستاو في موقف سليم سند ودخل وجاب الجون وهدف صحيح نتيجه ان اللاعب الاحمر مغطي في الناحيه العكسيه. الحاله اللي جايه وهنا كنت مع كابتن اسلام امبارح في المونديال وقلتها لي قبل الماتش النهارده وكلمته، قلت له كابتن احنا دايما كابتن شريف نقول لعبتنا داخل الصندوق يا كابتن عادل، خلي بالك من حاجتين، وانت بتقابل ما تروحش بتهور وبهمال ورجلك تروح على رجل المدافع يحسب لك الجزاء، او ما تبقاش طالع ايدك مظبوط، سواء بقى انت قاصد او مش قاصد، تخلي بالك يا كابتن بلال للمدافعين، وده انا قلته امبارح مع كابتن اسلام امبارح، قلت له نخلي بالنا من الايد، وهنا شوف طبعا الايد طبعا خارجه خارج نطاق الجسم، وهنا يعني ما كانش يجب ان دي تبقى موجوده. والنهارده قبل المباراه حضرتك ركزت معايا عليه، انا ركزت قلت لك ان احنا لابد كابتن، واحنا كمان في ذروه الاحداث واحنا مضغوطين، انا كمدافع يا اسامه ببقى رايح اقابل وببقى انا حاطط دماغي ايدي ورا ظهري رجليا لما تروح على الكوره، طبعا هنا في ركله جزاء وهنا اليد خارجه نطاق الجسم والقرار هنا صحيح، وهنا كان الفار يمكن هدي ما خدتش قرار، الفار هو اللي جابها راحت شافت ورجعت حسبت ركله جزاء. مين اللي قالها من غير الفار يا بولو؟ النادي انت ماشي تمام. الحاله بعد كده ايمون اللي على فكره هو قال الكره دي بنالتي، قلت له لا احتماليه غير ما تتعاد خالص، قال لي لا 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 دي بنالتي انا متاكد. والله خد بالك ايمون كان انت عارف عشان هو كان حكم هو كان حكم يعني برضو عنده ايه مظبوط حكم دولي كبير دوله كابتن هنا كابتن اسامه كابتن شريف كابتن عادل كابتن بلال هنا الهدف اللي جه وشوف هنا لحظه التسديد هنا نشوف هنا في لاعب ممكن تساله بتاع كوكا لو اي لاعب غير اللاعب نادي الاهلي وراح كمل كانت هتحسب هدف، ولكن هنا طبعا القرار كان قرار صحيح من الفار اوف سايد وهو بيعمل المراجعه، وبالتالي هنا دي كلها قرارات سليمه صحيحه يا كابتن ايمن. ليه اللي جاي؟ شوف التميز وهوريك لقطه هنا يا كابتن ايمن، وقلت لك الايه؟ الثقه بالنفس الحكم اللعبه دي معموله الكره اولا مش ناحيه لاعب النادي الاهلي مظبوط، الكره معموله اوفر وهي شوف عينها على الكره وعينها على مين يا كابتن شريف صح، شوف الثقه في القرار، خدت القرار بركله جزاء، حتى كلنا واحنا قاعدين قلنا هو في ايه؟ قلنا هو في ايه؟ لما تعادت لما تعادت شفنا ان هنا في المسك والمسك كان موجود، وبالتالي هنا الفار بردك ما رجعهاش وحسبت القرار من نفسها، خلي بالك دي كلها قرارات ايجابيه صح. هنا بنقيم الحكم عليها متمكنه بالظبط واثقه جدا جدا في نفسها، انا عاوزه النهارده هي تفوقت في كره بس عايز افكرني بيها بتاعت الراجل اللي خدها بايده من ورا من نص ملعبنا وعمل هجمه لو دي دخل الجول هل الفار هيرجع يقدر يدخل هيجيبها؟ بص يا كابتن شريف رجعت لنا الاربع حالات اللي الفار بيدخل فيهم، هدف او مش هدف، ركله جزاء او مش ركله جزاء، الهويه المفقوده
والفرصه المحققه اللي هي البطاقه الحمراء. لو في هدف يسبقه مخالفه هنا الفار بيشيك، ولو لقى في مخالفه بيجيبها وبيتخليها تراجع، وطبعا الهدف بيتلغي. هنا زي ما قلت هنا ركله جزاء صحيحه 100%، وهنا الفار اكد على القرار. الحاله اللي بعد كده كابتن اسامه، دي كلها حاجات ايجابيه بنجيبها للمحكمه في المباراه، بنشوف ان هي تفوقت على حكام المونديال. الحاجه اللي بعد كده كان هناك ركله جزاء تاني بشكل عام كابتن ايمن، بنقول هي تفوقت على الاداء ده، تفوق على الحكام اللي احنا شفناهم في المباراه. بنقول بتوفيق النادي الاهلي في البطوله اللي جايه، مبروك للجماهير، مبروك للنادي الاهلي، مبروك للسيد التحليلي والكابتن ايمن. من وشك حلو، انت قلت لي هنكسب وشك حلو الحمد لله. انا نفسي اقول كلمه بس قبل ما خلص. الحكمه دي اللي حكمت المباراه دي ادتنا فكره عن التحكيم انه سهل جدا حقيقه كابتن، حكايه سهله قوي لو انت راجل ست بقى او راجل، دي تفوقت على الدنيا كلها لو انت واقف في المكان الصحيح. ولو انت كفايه الابتسامه اللي هي كانت موجوده خلال الماتش ريحت الدنيا كلها. الهدفين بتوع الاهلي برضو عملوا طابع كبير جدا للمباراه، ولكن التحكيم بهذا الشكل ده واعد بس جداً. انت بصيت على الابتسامه وما بصيتش على الاداء في الملعب. انا بصيت على الطبطبه دي بتطبطب على اللعيبه ما بيرجعش معاها في الحوار دي ست عامله حاله نفسيه للعيبه وهي بتلعب كابتن شريف، ان القرار 100% سليم. قلت يعني حاجه جميله كابتن شريف، هو التحكيم سهل والحكم الشاطر يسهل المباراه على نفسه، وهي سهلتها على نفسها وعملت مباراه كبيره جدا. بقول النهارده تفوقت على حكام المونديال، وانا طبعا ليها التوفيق في 2026. مبروك تاني للنادي الاهلي كابتن ايمن، مزيد من الانتصارات ان شاء الله في يا رب ان شاء الله باذن الله رب. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتني. طبعا الهدف من المشاركه من البدايه، يمكن لو تفتكروا حضراتكم حتى ناس كتير استغربت لما جابوا لعيبه النادي الاهلي وبيتكلموا معاهم قبل المشاركه، كلموا قالوا ايه؟ احنا رايحين نلعب على البطوله. فناس كتير استغربت ازاي يعني الحاله مش هي الحاله الافضل بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، واللعيبه يعني عندها الثقه الكبيره دي ان انت رايح تلعب على طول، لو لقوا كل لعيب بيقولها وهو يعني كانه متاكد ان هو هيوصل النهائي. فكان في استغراب او دهشه من البعض ان ازاي لعيبه النادي الاهلي بيتكلموا كده. لا، ولاعيبه النادي الاهلي بيتكلموا كده عشان دي قيمه النادي الاهلي، عشان هم عارفين ايه هو النادي الاهلي. النادي الاهلي لو تفتكروا حضراتكم نجومنا الكبار كلهم قالوا ايه واحنا داخلين على البطوله بتاعت كاس العالم للانديه؟ في ناس كتير جدا كانت قلقانه من جماهير النادي الاهلي، قلنا لا، معدن لعيبه النادي الاهلي بيبان في المحافل الكبيره، بيبان في المباريات الكبيره. وده فعلا الوجه الحقيقي للعيبه النادي الاهلي، او هو ده معدن لعيبه النادي الاهلي، هي دي شخصيه الفانيلا الحمراء، شخصيه الاهلي، روح الفانيلا الحمراء، ده اللي احنا شفناه في البطوله دي. في زعل شويه ان احنا يعني كنا قريبين شويه من ماتش الفاينل، ولكن زي ما بنقول قدر الله وما شاء فعل. النادي الاهلي كل التقدير والاحترام ويعني الشكر للجهاز الفني، للعيبه النادي الاهلي على المجهود المشرف وعلى الارقام القياسيه اللي حققوها وعلى الميداليه البرونزيه اللي كسبوها النهارده. بيشرفنا الان الزميل العزيز والصحفي الرياضي محمد الديك. مساء الخير يا محمد، منور كابتن. الف مبروك اللي موجود، الف مبروك على النادي الاهلي، والف مبروك على حضراتكم، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك لافريقيا، الف مبروك للعرب. وجود النادي الاهلي يا كابتن في اي مكان هو اللي بينجح البطوله، باي مشاركه بيشارك فيها النادي الاهلي اسم النادي الاهلي كفيل بينجح البطوله دي. هي من الحاجات اللي الناس اتكلمت فيها، النادي الاهلي حقق رقم قياسي النهارده بوصوله للميداليه البرونزيه الرابعه في انجاز تاريخي الناس كلها شايفاه. كان الجمهور النادي الاهلي يطمح في اكثر من هذا الانتصار. فرحه النادي الاهلي النهارده فرحه كبيره، الصحافه العالميه النهارده اتكلمت بشكل كبير قوي يا كابتن على اداء النادي الاهلي وتحقيقه الانتصار التاريخي. الصحافه اسبانيه، ايطاليه، برتغاليه، جنوب افريقيا، تونس، مغرب، حتى سويسرا اتكلمت بوجود مارسيل كولر. طبعا بدايه في موقع الفيفا اتكلموا النادي الاهلي النهارده حقق الميداليه البرونزيه بعد مباراه شهدت
اكبر انتصار او اكبر عدد من الاهداف في البطوله حتى الان، 6 اهداف في مباراه المركز الثالث والرابع، ده هو اكبر عدد اهداف مسجل في هذه المباراه. الموقع 220 20 مينتس الفرنسي بيتكلموا ان مارسيل كولر قاد النادي الاهلي لتحقيق الميداليه البرونزيه في ثاني مشاركه ليه مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. الموقع صحيفه ايبولا البرتغاليه برضو كان ليها اهتمام شويه بالنتيجه، وقالت ان النادي الاهلي فاز النهارده في اداء رائع وقدم مباراه كويسه وحقق للمره الرابعه في تاريخه الميداليه البرونزيه. النهارده صحيفه سبورت ميديا سيت دي صحيفه ايطاليه تتكلم عن النادي الاهلي النهارده قدم مباراه كويسه وكان الافضل لحد ما سجل هدفين، اهدر الفريق فرصه ان هو يزيد المزيد من الاهداف، لكن النادي الاهلي بمناسبه الاهداف السيتي جاب الجول الثاني دلوقتي. طيب نتمنى ان هو يعني ما يزيدش العدد ويبقى النادي الاهلي هو صاحب اقوى خط هجوم ان شاء الله في البطوله ان شاء الله. برضه الموقع يول البرازيلي بيتكلم ان المباراه النهارده النادي الاهلي استغل كل الفرص اللي اتيحت ليه وترجمها لفرص لاهداف، وقالوا شويه ان النادي الاهلي استغل الخطا من حارس المرمى. طبعا بقيه الاهداف النادي الاهلي كان افضل وكان يستحق بتاع الصحافه البرازيليه كان ليها وجهه نظر في الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي. برضه صحيفه اي اس بن البي ان البرازيليه بتتكلم ان النادي الاهلي النهارده وصل لمنصه التتويج للمره الرابعه، وان علي معلول النهارده لعب مباراه كويسه برغم ان هو اهدر ضربه جزاء لان هو نجح في مصالحه الجماهير وتعويض ركله الجزاء بهدف رائع. صحيح. برضه موقع فوكس سبورت بيتكلموا ان النادي الاهلي سجل النهارده عدد قياسي في الماتشات النصف او تحديد مركز تحديد الثالث والرابع برغم ان هم ما شافوش مثلا ماتش الهلال قبل كده برضه كنا مسجلين رباعيه. من الحاجات الثانيه برضه المواقع سبورتس سوبر سبورت الجنوب افريقي ركزوا ان بيرسي تاو للمره الثانيه على مع النادي الاهلي يصعد منصات التتويج في المونديال. برضه من الحاجات الثانيه الموقع اذاعه موازيك التونسيه ركزت على نجمها التونسي علي معلول وقال ان هو لعب دور كبير قوي مع النادي الاهلي في تحقيق الميداليه البرونزيه الرابعه. من الحاجات الثانيه برضه موقع لو 360 المغربي بيتكلم النادي الاهلي يعتلي منصات التتويج وده المعتاد على بطل افريقيا، وقالوا ان النادي الاهلي احتل المركز الثالث 4 مرات وحقق الميداليه البرونزيه بعد 2006 و2020 و2021 و2023. من الحاجات برضه المميزه في مباراه النهارده ان مارسيل كولر ده ثاني مدرب اوروبي يحقق البرونزيه مع النادي الاهلي بعد البرتغالي مانويل جوزيه، ويعادل رقم مانويل جوزيه في عدد المباريات في كاس العالم للانديه 7 مباريات. من المفارقات العجيبه كابتن برضه فكره ان ياسر ابراهيم بيسجل المره الثانيه في مباراه الثالث والرابع بيصل للرقم 3 في عدد اهدافه مع النادي الاهلي. علي معلول يعتبر الهداف التاريخي الاجنبي مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه برصيد 3 اهداف بيعادل فلافيو. من الحاجات الارقام المميزه النادي الاهلي النهارده بيصل لمباراته رقم 25 في كاس العالم للانديه. من الارقام القياسيه حسين الشحات يواصل طبعا تحطيم الرقم القياسي اللي بيسجله نفسه كاكثر اللعيبه تسجيل الاهداف. دي كلها كابتن من الحاجات المميزه اللي النادي الاهلي اسعدنا بيها بعيدا عن الانتصار. نتمنى ان شاء الله دي تبقى بدايه الانطلاقه، ونتمنى ان شاء الله في الامارات يحتفل النادي الاهلي كعادته دايما باحتفاله ان هو يرجع بالسوبر ان شاء الله من الامارات، وتبقى سنه ان شاء الله نهايه سنه سعيده والنادي الاهلي دايما في الصداره وتاريخ النادي الاهلي هو الاهلي بيكتبه مش مش اي نادي تاني في افريقيا. صحيح. ده كل اللي كان موجود معانا النهارده. شكرا جزيلا ديك، شرفتنا. سريعا كابتن شريف قبل ما نختم، رجل مباراه اليوم من وجهه نظرك، وخد امام عاشور في الملعب. لا سريعا سريعا كده ليه سريعا؟ ما احنا بقى لنا اسبوع قاعدين معاه مش فاهم. طيب اتفضل. علي معلول النهارده ومحمد عبد المنعم وكل واحد فينا ليه نجم معين. ماشي. هو احمد نبيل كوكا وبيرستاو والشناوي، يعني دول كلهم النهارده كان ليهم، ومحمد هاني وانا وانت ومحمد هاني كل دول النهارده انا حاسس بيهم في المباراه وكان ليه دور. ماشي. يعني محمد هاني طلعت شوطه جه منها الجنه. مين يا كابتن شريف احسن لعيب النهارده يا كابتن؟ مين احسن لعيب النهارده يا كابتن من وجهه نظرك؟
انا عايز اديها لعادل عبد الرحمن بس هم انا هديها لعلي معلول. طيب كابتن اسامه سريع. طب ممكن اكمل على لا ما هو مفيش لا خلاص كمان لا هو ناس كتير ادت بشكل كويس بس وامام طبعا مبروك لي انه خد الجائزه هناك طبعًا. ولكن انا شايف ان علي معلول هو رجل من وجهه نظر كابتن عادل من وجهه نظر ادي الكوك تدي الكوك طبعا. كابتن بلاه انت تغرد خارج السرب يا كابتن لا هو بس انا معاه انت تغرد خارج انا بغرد معاه ماشي طب غرد انتوا الاثنين بعيد عننا بقى كابتن اتفضل كابتن بلاه لا طب انا ادي يعني صاحب يعني راجل سجل هدفين تمام وصنع كتير وصنع سجل هدف عمل مجهود كبير يعني هو صنع الهدف الثاني يعني هو اللي كان المحور الرئيسي في تسجيل الهدف الثاني فانا بما ان اللعيبه كلها كويسه فانا ادي علي معلول النهارده واضم صوت لصوت الكباتن يبقى انتوا الثلاثه ونكسب علي. انا والكابتن شريف والكابتن اسامه والحمد لله رب العالمين احنا فرقه ثانيه في واحده في نهايه الشوط الاولاني بعد الجون خلينا الكره عرضيه اتلعبت شالها كويس جدا خلاص هنقعد يا كابتن ساعتين كمان هو مركز النهارده الحمد لله رب العالمين بكده اعزائي المشاهدين بنوصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وأوراق اليوباني في كاس العالم انديه ومباراه تحديد المركزين الثالث والرابع والتي انتهت فوز النادي الاهلي 4-2 عن جداره واستحقاق وحصوله على الميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخ مشاركاته في كاس العالم للانديه محققا رقم قياسي جديد الف مبروك للنادي الاهلي العظيم وجماهيره العظيمه وان شاء الله بالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله بشكر نجومنا الكبار اللي مشرفيني النهارده او اللي شرفوني النهارده ووشهم حلو علينا بصراحه من اول البطوله لحد النهارده كابتن شريف عبد المنعم وشك حلو يا كابتن والف شكر بشكرك كابتن والف مبروك وعقبالنا نبارك لبعض الاسبوع الجاي ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا. كابتن علي الرحمن شكرا يا كابتن مبروك لجمهورنا العظيم كابتن اسامه عرب مبروك للجماهير والجرافات دي عامله شغل النهارده الحمد لله الحمد لله مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي وقدر النادي الاهلي هنقول لهم ركزوا يوم الاثنين في السوبر فالله يكون في عونهم وبنشكر اللعيبه والجهاز وكل كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرفتنا ووشك حلو اشكرك يا كابتن ايمن ربنا يخليك وان شاء الله بطولة الاسبوع اللي جاي باذن الله بعد بالظبط بعد بطولة الاسبوع ده ايوه وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه تحياتي